ان شاء الله حصه مهمه جدا جدا برضو ما تقلش اهميه عن حصه الملاريا اللي هي شيست زون حصه البلهارسيا. ركزوا معايا بقى قبل ما انسى، احنا الاسبوع الجاي ان شاء الله الحصه يعني اللي جايه ما ننساش نجيب معانا بارت 7 فاكرينه؟ عشان كان فاضل منه حته اللي هي بتاعت التوكسو هنبدا بيها ان شاء الله الاسبوع اللي جاي، وهناخد نص بارت 9 ماشي؟ يبقى ان شاء الله الاسبوع اللي جاي التلت الاخير من بارت 7 ونص بارت 9 تمام؟ ما تنسوهاش عشان ما بقى محتاج من الورق نسيته ومش عارف ارسم فين والكلام ده، اوكي؟ طيب شيست زونز اللي هي البلهارسيا، ربنا خلق من الشيست زونز اللي هي البلهارسيا نوعين، نوع هيومن ونوع نون هيومن. يعني نوع بيصيب البني ادمين، البني ادمين هم الديفينيتيف هوستس، ونوع بيصيب اي حيوانات اخرى وساعتها بتسميه انيمال شيست زونز. سهله؟ البني ادميني اللي يهموني في الدراسه اللي ورايا دول كم واحده؟ ثلاثه، شيست زوما هيماتوبيا، شيست زوما مانسوناي، شيست زوما جابونيا. شيست زوما انتوا معايا كده؟ هيماتوبيا، يلا قول، شيست زوما مانسوناي، شيست زوما جابونيكا. طبعا جابونيكا باينه من اسمها، مش في اليابان بالتحديد، في الفار ايست، في الفار ايست. لكن دول بقى بتوعنا احنا اللي اخترعناهم واحنا اللي مربينهم عندنا، الشيستوزوما هيماتوبيم والشيستوزوما سوناي، دول في مصر والوطن العربي وافريقيا بصفه عامه، كويس؟ طيب الشيستوزوما سواء دي او دي او دي بيعيشوا في دم العيان، فين؟ في البلد، في البلد بس، عشان كده بسميهم بلد تريماتودز. فاكرين كلمه تريماتودز؟ او بلد فلوكس. ايه فلوكس وايه تريماتودز دي؟ فلات and not segmented worms. يبقى النهارده رجعنا تاني لاول المنهج، اول كاتيجوري اللي هو اسمه ايه؟ تريماتودز. دول اخر ثلاثه تريماتودز. كنا خدنا فاشيولا جايجانتيكا وفاشيولا هيباتيكا كانوا تريماتودز بس بيعيشوا في البايل داكت والليبر، فسميناهم ليبر فلوس. وكان معاهم واحده اسمها كلونوركس ساينسس، صح؟ وكان في اتروفيس وميتاجونيمس، فاكرينهم دول؟ وفاشيولوكسس باسكاي، دول كانوا بيعيشوا في سمول انتستين، فسميناهم سمول انتستاينال فلوكس. انما دول فين؟ في بلاد، فبنسميهم بلاد فلوكس. انهي بلاد بقى؟ بصوا لي انا بقى وركزوا معايا. انهي دم بالتحديد؟ الشيستوزوما هيماتوبيم غير اخواتها، دول توأم على فكره. هما توأم في كل حاجه ما عدا ان دي فين؟ عندنا ودي عندهم، صح؟ لكن دي منفصله عنهم خالص. دي بتعيش بالعرض كده في الشعيرات الدمويه اللي محوطه اليورينري بلادر. في الايه؟ بليكسس اوف فينز اراوند يورينري بلادر، في الوول بتاع يورينري بلادر جوه الفينز. اسمها ايه الشبكه دي؟ في في ها؟ فيزايكل. ايوه فيزايكل بليكسس اوف فينز. يبقى هنا فين الهابيتات؟ فيزايكل. قول بقى نعمل اول حصه فيزايكل بليكسس اوف فينز، يعني هتقعد تتجوز وتبيض في الفيزايكل بليكسس اوف فينز. يبقى لأول مرة البيض بتاع الفيميل هيماتوبيم هينزل مع ايه؟ مع اليورين، صح ولا لا؟
اول مره الدياجنوستيك سامبل هتبقى يورين، صح؟ حلو. دول بقى بيعيشوا في شبكه الشعيرات الدمويه اللي محوطه الانتست اللي اسمها ميزنتيريك. ايوه كده، ميزنتيريك بلكسس اوف فيز، بس دي في الانفيريور ميزنتيريك، انما ديا في السوبيريور ميزنتيريك بلكسس اوف فيز. سهل الكلام؟ عشان كده البيضه دي والبيضه دي هينزلوا زي المعتاد او كالعاده مع الاسلوب. يبقى هنا الدايجنوستيك سامبل هتبقى يورين سامبل، انما هنا الدايجنوستيك سامبل هتبقى ايه؟ الاثنين دول ستول اناليسيس فور اكس عادي خالص. تمام؟ حلو قوي شباب. ده البورتال فين كويس؟ هنا اليورينال بلادر وحواليها الايه؟ الفيزايكال بليكسس، وهنا الانفيرو ميزنتيريك، وهنا ادي الانفيرو ميزنتيريك اهي، وادي السوبيرو ميزنتيريك، صح ولا لا؟ مين اقرب شبكه شعيرات دمويه يعني دي الفيزايكال بليكسس للبورتال فين؟ مين يبني اكتر او اقرب شبكه للبورتال فين مباشره؟ السوبيريور ميزنتيريك اللي بتحط فيها البيض. مين فيهم؟ الجابونيكا. يعني لو سالتك مين اكتر واحده تقدر توزع البيض بتاعها بسهوله للبورتال فين ثم الاوفر اور بادي يعمل لك سيفير اكتوبيك مانيفستيشنز؟ مش السوما ايه؟ جابونيكا. فاكر الحصه بتاعت الملاريا لما قلت لك الفلسيباره مجرمه؟ فاكر؟ اهو الجابونيكا المجرمه بتاعت الثلاثه دول، لانها بتعمل سيفير اكتوبيك شيستوزومايزيز اول اوفر اور بادي، بتوزع البيض بتاعها في كل حته في جسمك. ليه؟ علشان البيض عالي قوي فين؟ في السوبيرو ميزنتيريك، اقرب حاجه ليه؟ للبورتال فين. على فكره في اسباب كتيره تخلي دي مجرمه، دي واحده منهم ان البيض بيتحط عالي قوي. طيب المعتاد بقى مين ديفينيتيف بوست بتاع الثلاثه؟ مان مان مان، ده مش ممكن يكون وجه اختلاف. طب ريزرفوار هوست اللي ينفع يمشي السايكل مع الانترميديات؟ هنا مفيش. هنا في الهيماتوبيوم مخصصه للبني ادمين فقط. نو ريزرفوار هوست. يعني تنتقل من انسان لانسان لانسان لانسان. هتبقى دي زونوتيك ولا انثروبونوتيك؟ انثروبونوتيك. هنا القرود والفئران. القرود والقوارض. كويس؟ رود بصفه عامه يعني. تبقى دي مش انثروبونوتيك. ايه؟ زونوت. دي بقى اي حيوان يجي على بالك شغال. يلا قول اي حاجه. دوج، كات، كاتب، شي، هوس، كامل، بيج. اي حاجه فيها الروح بتمشي السايكل. يبقى مين اكتر واحده عندها ميني ريزرفوار هوست؟ المجرمه برضه. يبقى مين اكتر واحده في الثلاثه ديفيكالت او امبوسيبل تقريبا تو بي كنترولد اند ريديكيتد؟ الجابونيك. صح ولا لا؟ يبقى النهارده اي حاجه مقرفه هتصب في خانه الجابونيك. جميل جدا. ديفينيتيف وريزرفوار. مين بقى الانترميديت المعتاد لكل تريماتودز؟ لازم سنيل انترميديت، فاكرينه؟ سنيل انترميديت هوست. فتحته يمين يبقى ديكسترال، فتحته شمال يبقى سينسترال. السنيل هنا في الهيماتوبيوم اسمه بولينس ترانكيتاس. يلا احفظ معايا كده. بولينس ترانكيتاس فتحه شمال. ده اسمه بايوم فيلاريا الكساندرينا. اسمه ايه؟ بايوم فيلاريا الكساندرينا فرحه شمال. ده اسمه اونكوميلانيا نوزوفورا. بس الكتاب مش كاتب نوزوفورا دي وانا ما كتبتش في الورقه بصراحه. يبقى انت بالنسبه لك اسمه ايه ده بس؟ اونكوميلانيا. هذا الاونكوميلانيا مجرم على اخواته. ليه؟ يا ابني اسمعوني، انا بتكلم كلام مهم قوي. السنيك ده والسنيك ده هو البولنس ترانكيتاس والبايوفلا الكساندرينا وكل السنيز اللي خدناها في المنهج كله بتعيش في الميه بس، يعني اكواتيك انيمالز. فلما مسمم لها الميه زي ما هنشرح النهارده في الكنترول بتموت ونخلص منها ونقطع السايكل، مش كده ولا ايه؟ انما ده مجرم تسمم له الميه ينط لك على الارض، يبقى مائي بس ولا بر مائي؟ امفيبيوس. امفيبيوس. حط في الورق عليها علامه كده امفيبيوس. ده ياكد لك ان الجابونيكا مالها difficult to be controlled. انا عايز بقى سببين يخلوا الجابونيكا difficult to be controlled. واحد ميني ريزرفوار هوست. اثنين امفيبيس. اثنين محدش يقول لي البيض محطوط فوق، انا مالي من البيض، انا مالي من جوه البني ادم. شوف السؤال بيقول ايه عشان ما تخرجش امتحان. difficult to be controlled في المنطقه
لكن لما اقول لك قول لي ليه جابوني تنفيت على العيان ده سؤال تاني خلاص صح ولا لا؟ جميل حاجه؟ طيب خليها بس الاول ديفكت بي كنترول هما سببين ايه وايه؟ مين الريزرفاتوس و امفيبيا سنين حلو جدا ايه؟ كان في واحد تاني بس انت كنت سرحان بتاعت البيض اللي اتحط فوق لا 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 بارازايت تاني كان ال ديفكت بي كنترول برضه؟ لا لا امفيبيا البتاع بتاع الفاشيولا جاكنت خليكم معايا بقى كده خلصنا الصفحة الأولانية عندك اللي فيها ديفينيتيف وانترميديات والهابيتات والريزرفوار. طيب دول بقى فاكرين التريماتودز القديمة الفاشيلات والحاجات دي والهيتروفوس والكلام ده كانت الميل والفيميل أورجانز مع بعض في نفس الدودة هيرما هيرما فروداين دول لا بقى دول هاير شوية سيبريت سيكس زينا كده ميل لوحده وفيميل لوحدها فأنا هرسم كتير دلوقتي واحط بيانات كتير وانت مالكش دعوه انت اتفرج بس اصل دي ادلتس لكن لما اجي ارسم الاكس هترسم ورايا ماشي؟ طيب الميل بتاع الشيستوزوما هيماتوبيم بيبدا بالاورال سكر اهو كل البيانات اللي احطها لي عليك لكن انت عمرك ما هترسم ادلت بايدك حته سلندر صغيره كده بتخلص عند الفيرترال سكر وبعدين حته فلات كبيرة ومقوسة كيربت فنترالي بهذا الشكل ده الميل بصفة عامة بتاع كل الثلاثة شيست زوز ماشي شباب ممكن تبص بصة ده جنبه والناحية الثانية جنبه ده الفنترال سيرفس بص لي دي بطنه وده ظهره يبقى ده باصص لك ولا باصص كده باصص كده ده لاترال فيو ده لو جبته في وشك كده يطلع فتله ملوش سمك فاهمين؟ لكن لازم يتجاب لاترال فيو طيب هنا عند بطنه دي بص لي يا ابني لو انا جبته في وشك كده بطنه اخبارها ايه؟ ربنا شايلها له نصين طبعا هي كبد لكن جوه الكبد ده في شق كده بيحتضن فيه الفيميل بتاعته اثناء التزاوج حتى الشق ده اسمه بالعربي قناه الاحتضان نرسمه ازاي ده؟ نرسمه كده اهو كان هنا في شق في الحته دي كده والشق ده اسمه جاي نيكو فوريك كانال جاي نيكو فوريك كانال اللي هي قناة الاحتضان على الفنترال سيرفيس اللي الميل بيشيل فيها الفيميل بتاعته اثناء التزاوج وده طبعا الاورال سكر وده الفنترال سكر وتحت الفنترال سكر في جينيتال اوبننج الجينيتال بور حلو الميل ده بتاع الشيستوزوما هيماتوبيم بيبقى ظهره محبب كده عليه تيوبيكلز بس نشوفها بالصعوبة تحت الميكروسكوب ومش بارزة تبقى فاين ولا كورس تيوبريكلز فاين تيوبريكلز برضو كل الحاجات دي بياناتها عليك لكن من غير رسم يبقى هنا في فاين تيوبريكلز حلوة قوي طيب تعالى اتفرج على حاجة مهمة خالص كده احنا رسمنا شكله العام لسه بقى في دايجستيف سيستم فاكرينه؟ عنده اوسوفجاس بيبدا من بقه فوق كده اهو الاوسوفجاس اهو في كل التريماتودز كان عندي الاوسوفجاس محاط بحته عضله كده ماسكولار ايه؟ فارس هنا مفيش هنا في اتنين نوع مهمين قوي في الام سي كيو في اتنين نوع على اخواتكم اول نوع اهي مفيش ايه؟ ماسكولار فارس يبدا يرسم الاثنين انستاينال سيكا ادي سيكا ما هو وادي سيكا ما هو كويس؟ بس الاثنين سيكا دول يلحموا تاني مع بعض في سنجل سيكا لو نفتكر كل التريماتولز اللي فاتوا ما كانش فيه اللحام ده كانت تو سيكا مع بعض وخلاص هنا يلحموا تاني مع بعض في سنجل سيكا يا دكتور مكان اليونيون اوف ذا انستاينال سيكا مهم تعرفوه فين بقى اليونيون ده؟ بص معايا كده لو سالنا الراجل ده انتيريور 1/3 وادي ميدل 1/3 يبقى ده اكيد ايه؟ البوستيريور 1/3 ايه رايك بقى اليونيون فين بالظبط؟ عند الجنكشن بتوين يو ايه؟ ميدل اند بوستيريور 1/3 ده اليونيون اوف انستاينال سيكا وده يتغير من كل ميل للتاني اخر حاجه بقى عندنا عشان يثبت ان هو ميل طبعا صف التسبيس ده عنده من 3 إلى 5 تسبيس بيبقوا في صف واحد وكبار واضحين كده ورا البنتر سكر على طول هنرسم 4 في المتوسط
اهو ده سيبرت فروم ايتش اذر فيري ايزي تو بي كاونتد من 3 ل 5 في المتوسط كام؟ 4. ادي الميل بتاع الشيست زوما هيماتوبيا. في مشكله؟ طب تعال نشوف ابو اخباره ايه. ادي برضه الورم سكر نفس البدايه، كلهم نفس البدايه. والميل طوله في حدود السنتي. يعني 10 مللي. اللي انا برسمه ده ازعى شويه عن اخواته. مش 10 مللي قوي، 8 مللي. كويس؟ ادي الورم سكر، وادي الفنترال سكر، وادي الجينيتال اوبننج، وادي ايه اللي انا بشقها دي؟ الكارنيزوفوريك كانيبال. تعالى برضه نقسم الراجل ده زي ما قسمناه برضه بنفس الالوان الى ثلاث تلات، يعني تلت امامي، تلت اوسط، تلت خلفي. تعال نشوف بقى ايه الدايجست. قبل الدايجست اخبار الايه اللي ورا ده اسمه الفاين تيوري. بص هنا بقى ايه رايك؟ ده بابيس خارجه من ظهره، يبقى فاين ولا كورس؟ كورس تيوري. الكلام ده كله اندر ميكروسكوب ولا الهواء ده نظري وخلاص. حلو، تعال بقى نتفرج على الانتستين بتاعته. ادي يا دكتور مين ده؟ الاسوفيجس. محاط بحاجه لا قدر الله؟ لا، لازم يبدا يفصل الى 2 سيكا بالظبط عند الليفل بتاع الجنرال اوبن او فصل اهو. بصوا يلحم بدري ازاي؟ لحم في انهي جنكشن المره دي؟ ايوه بتوين دي انتيريور اند ميدل ثيرد. يعني سنجل سيكون بتاعه طويل قوي عكس اخوه الهيماتوبيا. هنا اليونيون اوف ذا سبينال سيكا ات ذا جنكشن بتوين انتيريور اند ميدل ثيرد. احط البيانات تاني زي ده بالظبط، نفس البيانات. في مشكله في البيانات هنا؟ حلو، اخوه اخباره ايه؟ تعال نشوف اخوهم بقى الثالث بتاع اليابان. يبقى عنده سكرز كبيرة شوية. يعني كده ضخم. وظهره ما فيهوش أي تيوبركليز. يبقى تيوبركليز ولا سموث؟ سموث. اه سوري. ده كان كام؟ من 3 ل 5. ده بقى كتير قوي. من 6 ل 9. بس مش واضحين كده ومدورين ومفصولين. لا، ده حاجة غريبة كده لازقة في بعضها وشرط ونقط ومربعات ودوائر وساعات. بص بص تلاقي اثنين من كتر الزحمه راحوا خارجين بره الصف وجم كده جنبهم. يبقى ان جروب ولا لا؟ ان جروب. من 6 ل 9 ان جروب. ادي الديزيز. طيب ادي الميل بتاع الجارونيكا والجايوكوفوريك كمان اهي. ومفيش هنا اي حاجه ورا. هنكتب سموث. يعني بين قوسين نو تيوبرز. حلو قوي. نيجي بعد كده نتفرج على نقسمه لاخر. بس نقسمه لايه بقى ده؟ ده منشق عن اخواته. مش هقسمه ثلاث تلابس. بصوا كده معايا. هقسمه اربع تربع. اهو يبقى ده ربع وده ربع وده ربع وده ربع. تعالى نشوف ايه الاندست. ايه الاخبار ده؟ مين ده؟ الاسوفيجس. محط حاجه؟ لا، يبدا يقسم الى 2 سيكا. يلحموا فين؟ عند البيجيننج اوف ذا بوستيريور فورس. عند بدايه الربع الاخراني اهو. وعنده شورت سنجل سيكم. وعنده فيري لونج 2 ستاينال سيكا اهو. طب التسيس اخبارها ايه؟ من 6 ل 8 وفي صف واحد زي الهيماتوبيا بس كبار قوي. عنده كل حاجه كبيره ده. وفي صف واحد برضه ورا مين؟ الفنترال سكر. وفي الاغلب بيبقوا 7. كده 5 6 وحط السبعه فوق. ادي الثلاثه ميلز الهيماتوبيا والمانسوناي والجابونيكا. في اي مشكله في الفروقات ما بينهم؟ حلوين. تعال نشوف بقى الفيميل اخبارها ايه. برضو طبعا دي الهيماتوبيا اللي هنسيبها دي. بتبدا بالاورال سكر وادي الفنترال سكر وادي جسمها. بيفضل سلندر لحد النهايه لحد الاخر.
واطول من جوزها مرتين تقريبا، يعني باتنين سنتي، هو سنتي وهي اتنين. وادي الجينيتال اوبننج اهي، دي الفيميل بتاع الشيستوزوما هيماتوبيا. شباب ممكن تبصوا لي بصه، الانتستين بالحته زي جوزها، بس مش بتترسم عشان يعرف معايا حاجه، مش مشكلتنا بقى خلاص. يهمنا فيها بقى الحاجات الانثويه هي ايه؟ اوفري ويوترس وبتطلعين جلاد، مش كده؟ طب الاوفري بتاع الست دي في نفس مكان اليونيون بتاع الانتست، يبقى الاوفري هنا ولا هنا؟ تحت ولا فوق؟ تحت طبعا. بقول لك الاوفري بتاعها في نفس الحته دي، يعني عند الجنكشن بتوين ميدل اند بوستيريور ثيرد، يبقى الاوفري في الحته دي. نحط لها الاوفري. تمام، بصي بقى كويس، من اول الاوفري وانت طالع كده لحد الجنتال اوبننج، ده اليوترس بتاعها. من الاوفري لحد تحت خالص، ده البيتلاين جلانس بتاعتك. كل اللي يهمني في القصه دي البيتلاين جلانس واخده قد ايه من الدول؟ قد ايه من انا رسمتها؟ بوستيريور 1 3 بس. ندي البيانات بقى، ده اورال سكر وفنترال سكر وجنتال بول، ده يوترس، ده الاوفري، ده اهم حاجه فيتال لاين لانس واخده البوستيريور 1/3. مهمه قوي 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 في العالم. تعال نشوف المدام بتاعت المنسوناي اخبارها ايه. ادي برضو الاورال سكر والفنترال سكر وكلها سلندر، ما فيهاش الحته الفلات. الاوفري بتاعها يا جماعه نفس القصه بتاع اختها، عند اليونيون اوف ذا اكستاينال سيكا، يعني عند اليونيون بتاع جوزها طبعا، اللي هو يعني دي الاوفري بتاعها في نفس مكان اليونيون ده، يبقى فين؟ فوق ولا تحت؟ فوق فين يعني؟ عند الجنكشن بتوين انتيريور اند ميدل ثيرد. نحط لها الاوفري بتاعها فوق اهو، ونغير الاطوار، يوترس وزع خالص، البيتلاين جلانس طويله جدا. طويله يعني واخده قد ايه بالظبط؟ بوستيريور ايه؟ بوستيريور 2/3. تنقل لورا اهو، نلفت اللاين لانس واخده البوستيريور 2/3، التنتين الخلفيين، وده كالعاده الاوفري وده اليوترس طبعا، ده الاورال سكر والفنترال سكر والجينيتال كور. مين المدام دي؟ بتاعت مين؟ مانسوناي. مدام بتاعت جابونيكام رخرة منشقة عن بقية المدنات وعن جزء مالها يعني؟ بصوا كده، ادي الاورال سكر والفنترال سكر وبرضه سلندر للاخر. دي بقى ملهاش دعوه بالجزء، ولا تقول لي في البوستيريور فورس ولا بتاع، انا هتوسطن بالظبط، هحط الاوفري فين؟ فين؟ في النص بالمسطره، يبقى البيتلاين جلانس واخده البوستيريور ايه؟ بس تمام. يوترس متوسط في الطول، البيتلاين جلانس البوستيريور هاف بالظبط. كل اللي انا رسمه ده بياناته على حضرتك. بوستيريور 1/3 بالظبط. طبعا كالعاده بقى ده الاوفري وده اليوترس، وادي الاورال سكر والفنترال سكر والجينيتال كور. في اي مشاكل يا شباب في كل راجل ومراته؟ دايما اليابانيه عامله شغل غريب غير اخواتها. اقرب واحده لبورتال فيلف هتعذبنا معاها، اكتر واحده عندها ريزرفوار هوست مش كده؟ فتعذبنا في الكنترول، حتى الاسمين مجرم. ها انفيبيوس سنيل ما يتقتلش مش كده؟
الفيميل اسفه نفسها نصين مالهاش دعوه بالجنكشن صح؟ الميل حتى بدل ما يبقى في الانتيريور والبوستيريور راح قافل لك على ايه؟ بوستيريور فورس. فاهمين يا جماعه؟ يعني ده من اليابانيه يونيك، مخلوق مميز عن جميع الشيست تولز. حد قال دكتور؟ كلهم سنتي، كلهم سنتي، بس ده 8 يعني كلهم 10 مللي، ده 8 مللي بس. نشيل بقى الهيصه ديت ونرسم الثلاث بيضات الجمال اللي يهمهم. ترسم ورايا بقى زي ما ارسم بالظبط. الثلاث بيضات دول بينزلوا واحده في اليورين واثنين في الاسطول، صح؟ والثلاث بيضات دول كده يعتبروا ايه النهارده؟ دايجنوستيك ستيجز اللي رسمتهم بقى عليك امتحان النظر. الدكتور قال لي الدكتور ايه؟ في الميل هيماتوبيا، هيماتوبيا اه ماله؟ لا مش في الهيماتوبيا، مش في الهيماتوبيا، فيهم كلهم نو ماسكولار فاتس، ادي نو في كل الشيست زونز مينز وفيميلز، النو التاني لسه ما انتهتش. جميل، نرسم بقى الثلاثة اكس. ادي الايه بتاعة الشيستوزوما هيماتوما. جميع اكس التريماتونز اوبركيوليتد اكس، فاكر الكلمة دي؟ فاكرها؟ ما تردوا. اكسبت شيستوزوما اكس بتبقى سباينيتد اكس، عندها شوك. الشوكة دي يا ابني بص شايفها الحمرا دي؟ طرفية في طرف البيضة ولا عجمة؟ يعني تيرمينال ولا لاترال؟ تيرمينال سباين. البيض بتاع الشيستوزومز ماتيور، بينزل ماتيور فروم ذا ستار، يعني كونتيني فولي فورمد بتاع ابو شعر ده فاكرينه؟ ميراسيديم. يترسم بقى ميراسيديم جوه بوضوح، وهنرسمه بقى ببياناته في السايكل نفسها. يعني انت على البيضه ما تحطش اي بيانات على البيضه، وما تحطش اي بيانات للميراسيديم خالص، وهو جوه البيضه كده. لكن في سايكل ولا حاجه طلع بره يعني نديله بيانات. ادي الجت وادي البنتريتنج جلاند. الامتحان زي ما هعمل كده بقى. يعني انا دلوقتي هرسم اهو واحط بقى خمس بنات بس كده. وادي الفليم سيلز وادي الجيرم سيلز اللي بتصنع السيركلات. ندي بقى البيانات. شيب سايز، الشيب طبعا اوفر سايز 140 في 50 مايكرومتر. الشيب دي مهمة خالص. فين؟ كلهم فين؟ بس فين ومالها؟ أهم حاجة بقى الإيه؟ فين وعندها إيه؟ تيرمينال سباين ويز تيرمينال سباين. تمام كده. فين ويز تيرمينال سباين. تمام. كلر دي شفافه. الكونتنت ميراسيديم. طالما فيها ميراسيديم تبقى ماتيور. وخلاص ادي البيضه بتاعه الهيماتوبيا بتاعت المانسوناي اختها تقريبا، بس مغيره مكان الشوكه. بدل ما الشوكه على الطرف هتبقى على جنب لاترال. وادي جواها نفس الميراسيب. وادي الجت بنتريتنج جلاندز فليم سيلز جيرم سيلز والسيليا بتاعته. البيانات شيب اوفن سايز 150 في 60 مايكرومتر. الشيب تبقى ثن بس ويذ
lateral spine. نون صفر كونتنت كلهم ثابت مي را سيت يم يعني بين قوسين ماشي حلو. وهي ده التالتة كالعادة مجرمة مش كده؟ مش احنا اتفقنا انها دماغ غير اخواتها مالهاش دعوة بالليزر دي كلها مدورة او شبه مدورة وملهاش كمان شوكة ومالها ايه؟ ليها كيوبيكل كده بلانت صغير كده كيربت معوج الاحمر ده كيربت كيوبيكل اللي انا مشاور عليه بالسهم ده جواها حتى ميراسيديا مكعور كده شكله غريب وقصير فين قصير كده يبقى دايما مين المميزه؟ الجابونيكا. مين اللي هتخلص على عيان بدري بدري زي ما نشرح دلوقتي؟ الجابونيكا برضه ولسه ما قلناش ليه؟ احنا قلنا بس هي ازاي صعبة الكنترول في المنطقة عشان امفيبيس سنيل ومين الريزرفوار روس بيانات الشيب شبه مدورة الصب راوندد السايز وزع 90 في 70 مايكروميتر الشيل فين برضه السويرف كيرفت تيوب اللون صفر والكونتنت مي را سي يم يعني برضو ماتيو. يلا بقى خلصوا عشان الصفحه الجميله بتاعت زمان بتاعت السايكل فاكرينها ذكريات الاليمه هنرجعها تاني. يلا خلصتوا؟ الكتاب كاتب على كلمة تيوبركل دي ريكيرف تيوبركل يعني جاي كده وبعدين كده كيرفت وخلاص ريكيرف. دي بتنزل في ايه؟ في اليورين وممكن 5-6% في الستول لو حصل كونتامينيشن من اليورين للستول او فيستولا داخليه. دول بينزلوا في ايه؟ الستول وممكن في اليورين برضه لو حصل نفس الفكره. اعملي انت عايز تقفليها وتفتحيها. تقفليها طب يا فيلم نشيل بقى والصفحة للعرض عشان نعمل السايكل والسايكل واحدة في التلاتة. اوعى تنسى ان مفيش ماسكولار فانس. اوعى تنسى ان دول هيومن وفي غيرهم نان هيومن. اوعى تنسى تجيب برضه سيبن معاك المرة الجاية. مالها؟ اه يعني النون هيومن دول ليهم دور في حياتنا؟ فاكر ليه النون هيومن شيفت زون لما خرجت بيتك وجابت لك حاجه اسمها كيوتينس لارما مايجرانس؟ ده كان في سنه ثالثه برضه على فكره. هيومن هوك ووردز بتوع الترم الاول انكلستوما كاناينا وبرازيلز مش جابوا حاجه اسمها كيوتينس لارما مايجرانس؟ اي حاجه النون هيومن تخش فيك تعمل لك مشكله في مكان ما دخلت وخلاص مش كده؟ هيجي بقى الكلام ده في الباثوجينس. يلا يا نزار خطير خطير كنت شاعر صح تباني خلص دي ايه دي سباينز دي ولا مسامير خوازيق ايه دي حاجه بس برضه صعب خطك عشان السجل كبير أول حاجة هنبدأ بالإكس كالمعتاد.
ادي البيضة ام ترمال سباين، وادي اختها اللي عندها لاترال سباين، وادي اختهم الرخمة اللي ما عندهاش سباين، وكلهم جواهم ميراسيديا. وادي الميراسيديا. البيضة دي هتنزل مع اليورين. البيضتين دول هينزلوا مع الاستول. كالعادة رخم راح عمل الحاجات دي فين؟ في الترع. فريش ووتر. فريش دي مهمة جدا. البيض ده هينزل مع اليورين أو الاستول في مية الترع العذبة. المية العذبة بس اللي بتعرف تخش بالأوزمولاريتي جوه البيضة دي. خلال الوول يعني تفضل تخش في البيضه، تخش في البيضه، تخش في البيضه، تعمل فيها ايه في البيضه؟ تنفخ، تفضل تتنفخ لحد ما تخلع يخرج منها الميراسيديا. دي طريقه الهاتشنج عن طريق الفريش ووتر. يعني لو حد عمل ديفيكيشن ونزل البيض ده في ميه البحر المالحه مش هتفقس، بدليل ان دي قاعده في البول ما فقستش، لان البول مش فريش مش عذب، صح ولا لا؟ مش البول ميه؟ ما فقستش ليه؟ عشان مش فريش. لازم الميه العذبه هي اللي تخش فيها فتحه. دخلت الميه العذبه وحصل هاشنج. الاكس هاش. يطلع منها مين ابو شعر الطير ده؟ الميراسيديم. نرسمه بقى بجد بالتفاصيل بالبيانات. فيوزيفورمين شيب ميراسيديم. ده الاربع كام من خمس ضربات؟ الاربع وان. فاكر خمس ضربات؟ كان ميراسيديوم سكوروسيستي وريديا وسيركاليا وانسيستي ميتا سيركاليا. ده الترم الاولاني انا غير كتير بقى. بس برضه خمسه. دي سيليا. دي الجد بتاعته. على الجناب البنتريتنج جلانس اللي هيخرم بيها. يخرم بيها مين؟ السنين هدية. بنتريتنج جلانس. هنا جت. وادي الفليم سيلز اللي بتخرج المخلفات بتاعته الويست برودكتس. فليم سيلز. وادي الجيرم سيلز اللي هتصنع السكريات كمان شويه. في خلال 24 48 ساعه لازم يخرج مين؟ الاثنين اهو. ميراسيديم بنتريتس سنيل انترميديات هوست. بينجذب ازاي السنيل بتاعه؟ بيعرفه منين؟ ما واحد بولينس، واحد بايونفلاريا، واحد اونكوميلانيا، واحد كان زمان بقى لمنيا كايودي وترانكاتيا. بيعرفوا من الحاجات دي منين؟ السنيل نفسه طول ما هو ماشي بيطلع ميوكس من بقه كده. الميوكس ده اتراكتف جدا كيميكالي لريسبتورز معينه على سطح الميراسيديم السبيسيفيك بتاعه. فهمت ولا لا؟ يبقى الميراسيديم بينجذب للسنيل بتاعه عن طريق الميوكس سكريشن من السنيل نفسه. طب لما يوصل السنيل بتاعه بقى او صاحبه اهو يخرمه بايه؟ بالبنتريتنج انزيمز اللي في البنتريتنج انزيمز. يبقى عندي تو فاكتورز بيخلوا الميراسيديم يخش في السنيل. واحد بينجذب عن طريق الميوكس، اثنين بيخرم عن طريق البنتريتنج جلانس. وصلنا جوه السنين. كل ده يحصل له في ضمور، ما يفضلش غير الكيس اللي مليان تجمعات هائله من الجيرم سيلز بيوصل عددها ل 250 الف واحده. الكيس ده كنا مسمينه زمان لاسكوروسيست. سكوروسيست. واللي جوه ده عباره عن جيرم سيلز. ها اللي بعدها تبقى ايه؟ ريديا. انسى الريديا دي نوع ثانيه يا دكتور. نو ماسكولار فارينكس. بس الثانيه دي اهم بكتير. نو ريديا في السايكل. وهنكتبها كده واضحه واضحه قوي. نو ريديا. مفيش ريديا. امال في ايه مكانها؟ في حاجه شبه الكيس ده لازم هناك شبه سكوروسيست.
دي كده برضو بسميها دوتر سبوروسيست. دي بدل الريد. كل جرم سيل جوه دوتر سبوروسيست يطلع لها ديل صغير كده، بس الديل مشوق من النص كده عامل زي رجلتين. احنا خدنا في الترم الاول كذا سيركاليا، كان في واحده بسيمبل تيل وسميناها هيبتو سيركا سيركاليا، دي بتاعه الفاشيولا جيجانتيكا والفاشيولا هيباتيكا والفاشيولوسيس باسكال، وكان في واحده عندها ممبرينس تيل اللوفو سيركا سيركاليا، دي كانت بتاعه الهيتروفيس هيتروفيس والميتاجوني ماسيوكو جواي والكولونوركس ساينانسيس، وكان في واحده عندها قزعتين مليان شوك مايكرو سيركا سيركاليا، ودي كانت بتاعه الباراجونيماس والستيرباني بتاعه اللارنج. دي بقى دلها مشهور فبنسميها فوركو سيركا سيركاليا عشان عندها فورك بتيك. المهم الدوتر سبورسيست هتفرقع يطلع منها الكتير قوي فوركو سيركا سيركاليا دول، هنرسم واحدة منهم كالعادة، ودي رسمة النهاردة في منتهى الأهمية. وادي الديل بتاعها مشهور زي السمكة من تحت كده. الراس فوق بقى أنت عارف تفاصيلها، آدي الفورال سكر، وآدي الفنترال سكر، وآدي الجت، يبقى صوف جسم، في حاجة حواليه سمح الله؟ نون ايه؟ ماسكولار فانز ونون ايه في السايد. هنا في بقى بنتريتنج لانز اللي هنخرم بيها جلد حضرتك، اديك عرفت يا دكتور المود اوف انفكشن. ايه بقى المود اوف انفكشن؟ بنتريشن اوف ذا سكين باي فوركو سيركا سيركاليا وايل سويمنج ان كونتامينيتد ووتر. فوركو سيركاس سيركاليا. البيانات اورال سكر بنتريتنج لانس معانا في الغتاتة هتبقى في الشيستيزوما هيماتوبيوم 5 بيرز، والشيستيزوما مالسوناي والجابونيكم تبقى 6 بيرز. دي بنتريتنج لانس. طبعا ده البنترال سكر ودي جيرم سيلز ودي الجت ودون الاسافيس. المخلوق اللطيف دون كله على بعضه 500 مايكرومتر، راسه بس 200 مايكرومتر، ديل 300 مايكرومتر، يبقى هي على بعضها 500 مايكرومتر. الراس لوحدها زمان كنا مسميينها ميتا سيركاليا صح؟ هنا الراس اسمها شيستو زوم يولا، قصدي شيستوزوما، شيستو زوم يولا اسمها ايه الراس؟ شيستو زوم يولا. الرسمه اللي هناك دي خطيره 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 عشان هي الانفكتيف ستيج النهارده. انت المطلوب منك النهارده كرسم الثلاث بيضات ودي. جميع السركريات هتسيب السنيل وتنط في الميه. اوت سايد سنيل نط في الميه تدور عليك صح ولا لا؟ هتدور على حضرتك أو أي حيوان تاني، هي بتدور على أي كائن حي عنده جلد وبتطلع حرارة، صح ولا لأ؟ يبقى هي هتنجذب للبني آدم بإيه؟ بالهيت، أدي أول فاكتور. فاكر لما قلت لك في اتنين فاكتورز خدوا الميراسيديوم من نقطة الاثنين؟ واحد ميوكاس سكريشن، اثنين بنتريتنج جلانس. طب أنا عايز أربعة فاكتورز يخلوا السيركاليا تنط في جلدك وتخرمه. واحد الحرارة. اثنين بنتريتنج جلانس. ثلاثة والنبي اللي انت باصص لي بقى عشان دي مهمة. وقف الرسم. مين دي؟ دي الفوركو سيركا سيركاليا، ادي راسها وادي ديلها، واحنا في المية، وادي جلدي. تفضل بقى تدور دور دور دور، حاسس ايه دلوقتي؟ ب
بالحراره، تروح عامله كده وراحه راحه راحه فين؟ لازقه نفسها كده اهو، ادي اول فاكتور الحراره خلاها تعرف جدا كويس؟ وشبطت بالسكرز لزقت نفسها، جايه تخش مش عارفه افرزت ايه؟ بنتريتنج لزقت ثاني فاكتور، راحت ايه؟ خرمت خرم. بس انت جلد الفلاح اللي بيعوم في الترعه ده تخين هايبر كارتينايز، فالبنتريتنج انزيمز ما خرمتش الخرم اللي هو راح يعني طرقه كده ضعفت الجلد، فالراس عايزه تخش مش عارف مش عارف مش عارف، راحت قال للديل ورا كده بقول لك ايه مش عارف اخش، لا انا حاضر ما انا لازمتي ايه، يقعد بقى يرفص برجليه ديا بدول في الميه اللي ورا كده تك 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 عشان ايه؟ ها يزق مين؟ يزق مين؟ الشيست زميوله، ادي الفاكتور الثالث حركت الديل وصلت الحمد لله على السلامه خلاص مش كده؟ يروح الديل ده يسالها دخلتي كلك؟ خلاص دخلت، مين اللي بيتجاوب جوه دي؟ الشيست زميوله يعني دخلتي؟ اه دخلت اهو تك، يروح فاصل نفسه ومتحلل في الميه، يبقى مين برضه اللي هيخش يلعب جوانا؟ الشيست زميوله بس. ايه الفاكتور الرابع بقى اللي بيخلي او بيساعد على استكمال الاختراق؟ طب ايه اول ثلاثه عشان ارتاح؟ اول ثلاثه حراره ديزاين حركه الديل. بص يا سيدي دلوقتي لو انا جبت شويه ميه وحطيتهم على جلدي وسبتهم يبخروا لوحدهم من غير ما انشف انا بالايفابوريشن، في لحظه التبخير اللي هم 30 ثانيه دول بيحصل ديكريز للسيرفس تنشن بتاع خلايا جلدي، بدل ما هي شرطانه جامد على الاخر كده هو قافله على نفسها كده اهو، دي خليه ودي خليه قافلين على الاخر كده كويس، لما نحط ميه ونسيبها تتبخر لوحدها في خلال الايفابوريشن بيحصل كده ديكريز في السيرفس تنشن مؤقت جدا بتوين خلايا الجلد. طب لما نوسع كده ونفتح مساحات مش هيساعد على الاختراق؟ انت وسعت لها مساحه ولا لا؟ صح ولا لا؟ طول ما الجلد متماسك هي قرفانه مش عارفه تخش، طب انت بقى فتحت لها بايه؟ بالايفابوريشن بالديكريز سيرفيس ستيشن اوف ذا سكين، يبقى عشان كده ينصح على طول اول ما تخرج من ترعه تعمل ايه؟ تنشف جلدك مباشره، ما تسيبش الميه تتبخر، بيقال لسببين، الاول انا قلته اللي هو ايه؟ عشان امنع الايفابوريشن وعشان ما اقللش السيرف استنشن بتاع جزيئات جلدي. السبب الثاني ان انا مش مصدقه ومش مقتنع بيه، انا لما بنشف كده قال بطيره من على جلدي. هم مين دول يا ابني مدبان؟ ده حاجات بالمايكرو صح ولا لا؟ صح؟ فطبعا ده كلام مكتوب في الكتاب مش مقنع ابدا، لكن السبب الاهم اللي هو ايه بقى؟ امنع الايفابوريشن عشان ما يحصلش ديكريز في السيرف استنشن. انا عايز اربع اسباب يخلوا دي تنط في جلدك. واحد الحراره، حراره مين؟ عرض الجلسان. اثنين البنتريتنج انزيمز اللي في دماغها. ثلاثه حركه الديل. اربعه الايفابوريشن اوف ووتر اند ديفيز سيرف ستنشن اوف ذا سكين. جميل، احنا خدنا اثنين فاكتور في الده واربع فاكتور في الدي صح؟ طب هتخش في الجلد، هو مين هيخش في الجلد؟ شيست زوميولا بس، يعني هي بس اللي تفك في ستنشن. طب ما الديل ما دخلش، لا من غيره مش هنخش صح ولا لا؟ يبقى ساعدها ولا ما ساعدهاش؟ يبقى احتراما للديل هي على بعضها انفكتد ستيج. يلا عشان ما ننساش دايره حمراء كده عليها ونكتب انفكتد ستيج اهو. يقول لك وات از مود اوف انفكشن؟ سكين بنتريشن باي فوكو سيركس سيركاريا وايل سويمنج صح؟ اور باثنج ان كونتامينيتد ووتر. السؤال ده داخل من المعتاد. طب لو شربت ميه ترعه وفي سيركاريا من النوع ده هتعيد ولا لا؟ انا سالت السؤال ده قبل كده في الانستومنت. ايوه تخرج ايه؟ البقا الميوكوز. يبقى انا عندي اثنين مودز والاثنين بنتريشن، يا للجلد وانت بتعوم يا للبقا الميوكوز وانت بتشرب. والاختراق برضه بالاثنين بالايه؟ بالفوركو سيرفا سيركال. تمام. خرجنا الجلد الحمد لله على السلامه ودخلنا جوه حضرتك. خلينا نطلع احمد. دكتور ايه الحاجات طالعه؟ طالعه؟ بنتريتنج جامز. اه مالها؟ اللي تحتيه. ده؟ اه. عددها خمسة بيرز يعني خمسة وخمسة لو هيماتوبيا، ستة وستة لو منزومية أو شبكة. شيستو زوميولا بنتريت سكين اوف مان. خطيرة المرحلة دي، مرحلة واحد باثولوجي، مرحلة الجلد مش كده؟ هتخش بقى في البينس سيركيليشن عادي. بلاد تشيلها بلاد تحطها، دي على الرايت سايد ظهرت ثم
على اللنج، وبعدين ليفت سايد ظهر، هنروح على البورتال فين والليفت. هنا بالتحديد في البورتال فين هيحصل الماديوريشن كومبليت ماتيوريشن. هي بتماتيور طول ما هي ماشيه، مش كده؟ هي بتكبر طول ما هي ماشيه، لكن بقت ميل وفي ميل جاهزين على الجواز فين؟ في البورتال فين؟ لا لا انا بتكلم يعني اختصرت السايد كلها. بص انت ممكن تخلي دي كلها ان بلاد وخلاص في دماغك من غير تفاصيل. طيب ماتيوريشن ميل وفي ميل حصل في البورتال فين؟ يتجوزوا. الميل طبعا يشيل الفيميل في ايه؟ في جنيف فور الكنال. النبي اللي انتوا باصين لي بقى يبطل رسم خالص عشان نفهم زي ما فهمنا الحته اللي هناك دي. بص هم دلوقتي فين؟ في البورتال فين. الميل شال الفيميل جوه الجنيف فور الكنال فور فيرتلايزيشن. الميل ليه وظيفتين في جسم العيان، واحده او ثانيه هي الايه؟ الفيرتلايزيشن. كويس؟ بس خد بالك هم هنا في البورتال فين وده الفاينل ابيتات. ده انا عايز انزل خطوه واثنين وثلاثه حسب النوع صح ولا لا، عايز اروح على تحت خالص لو انا هيماتوبيا. دي مين دي؟ فيزايكال بليكسس او انفيريو ميزنتريك لو انا مانسونال او سوبيريو ميزنتريك لو انا جامونيكا. طب يعني الدم كله بيصب من تحت لفوق صح؟ من هذه الشبكات للبورتال فين ماشي كده الدم، والراجل عايز ياخد مراته يمشي كده صح؟ ده ويز ولا اجينست بلاد ستريم؟ اجينست بلاد ستريم، وده يدل على معاناه الراجل في هذه الرحله صح ولا لا؟ هيمشي بالسكرز بتاعته ضد اتجاه تيار الدم، خليك معايا. يفضل ينزل 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 وهو شايلها وبيحصل فيرتلايزيشن. بس خد بالك كل ما بنزل اوصل لحد الكابيلاريز ديا يعني فينز فينيولز كابيلاريز الدنيا بتضيق ولا بتوسع؟ بتضيق جدا، والراجل ايه؟ عريض عنده كتاف صح؟ يجي عند مرحله معينه كده قرب الفيزايكال او الميزنتريك سوبيريا او انفيريو يعني، ويجي يخش عشان يوصلها للنهايه مش هيعرف لانه عريض، والفينيولز والكابيلاريز ضيقه. هنا تحصل النداله. ليه ربنا خالق بقى الفيميل فتله كده؟ ليه ما تخنهاش زيه؟ ها؟ عشان هي هتنط ساعتها منين؟ من الجينيكوفور الكنال، وتقول له شكرا انت كده اديت الوظيفتين اللي هم ايه وايه؟ فيرتلايزيشن، وانه وصلها لاقرب مكان للفاينل هابيتات لحد ما اتحشر، صح ولا لا؟ هي هتنط محمله بقى بملايين البيض بعد الفيرتلايزيشن. وهي السكويز اتسيلف فين؟ في السمول فينيولز والكابيلاريز لحد ما توصل لو هي هيماتوبيا تحت خالص فين؟ في البازايكل، وتحط البيت ينزل مع اليورين. او ميزنتريك لو هي هيماتوبيا او مانسوناي سوري لو هي مانسوناي او جابونيكا وتحط البيت ينزل مع الاستول. طب الميل ده هيحصل له ايه؟ ولا عارف يرجع ولا عارف يكمل، خلاص وقف في مكانه، اصبح تارجت سهل جدا للانفلاماتوري سيلز تتلم عليه وتعمل له تفتفته خالص وتعمل له انجلف. فهمتوني؟ بس يبقى الميل مش هيكمل معانا. مين الكوز اوف باثولوجي؟ الفيميلز والايدز صح؟ الفيميل مع الوقت بتروح في داهيه برضه. فاضل مين؟ الايدز. هي دي الكوز اوف باثولوجي. ومش البيضه نفسها، الجرانيلوما اللي هتتكون عن البيضه. هي دي اللي هتقتل العيان. يبقى كوز اوف باثولوجي ايدز اند جرانيلوماز او جرانيلوماز اراوند ايدز. محدش يقول لي ولا ميل ولا فيميل. هتقولي ما الفيميل مكمله معاك يا عم دماغك برضه بتكون في الاخر هي رايس فان، لكن مين اللي هيعمر معاك لحد ما يجيب اجله؟ قال العيان ها؟ الجرانيلوماز اراوند اكس. البيضه الواحده بيتكون حواليها جرانيلوما قد حجم البيضه 100 مره. شوف انت كم البيض ده وكم الجرانيلوماز، ده اللي بيدمر الحيطان بتاعت البلادر والانتستين وبيسبب في الاخر كارسينوما اند ديث اوف بيشنت. فهمتوني؟ ده اللي هنشرحه ان شاء الله ان ديتيلز في الباثوجينيسيس. السايت فيها مشكله؟ نكتب بقى كلمتين اللي فيهم التضحيه. نيجي هنا نقول ايه؟ مين؟ يلا اكتب وراك. كان في مين؟ انسايد جاينيكو فوريك كاني مين كان نوت باس انتو سمول فينيولز في مين سكويز اتسيلف انتو سمول فينيولز
لحد ما توصل للفيزايكل بليكسس لو هي شيستيزوما هيماتوبيوم او ميزنتريك بليكسس لو هي شيستيزوما مالسوناي اور شيستيزوما جابوني. ويبدا وضع البيض يا دكتور اهو، والبيض ينزل تاني مع اليورين ومع الاسطول. دول احط عليهم كلمه ايه؟ انفكتيف ايه؟ دايجنوستيك. ايوه كده، دايجنوستيك ستيجز. مين دي؟ الاكس طبعا. الموديك انفكشن زي ما اتفقنا اختراق، يا اختراق الجلد وانت بتعوم بالفورك سيركا السيركاريا، يا اختراق بقك وانت بتشرب برضه بالفورك سيركا السيركاريا. عايز اسال سؤال حلو كده، احس ان انا قاعد مع دكاتره حلوين. اقول مين؟ يعني فين السؤال؟ الاسئله كلها. ايوه كده، هو ده السؤال. مش البيضه في الحيطان، ايه اللي وقع في اليور اللي وقع في الاسطول؟ صح كده، اربعه فاكتورز برضه. فدي ايه؟ اثنين فاكتور، اربعه فاكتور، اربعه فاكتورز خدوا البيضه تخرج من الحيطه. واحد السباين، بس خد بالك انا لو جبت مثلا قلم نص ملي، يعني قلم اهو، مش قلم ده اخره رفيع جدا زي الشوكه، لو انا جبت الورقه دي كده اهو واعتبرتها دي البيضه ودي السباين ودي الحيطه، وسبت كده الورقه على الايه القلم ده لبكره الصبح، رغم ان تحتيه دفوس، هيعرف يخرج؟ لا، لازم دي تقعد ايه تتحرك كده 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 كده، تضعف 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 لحد بص راح معدي اهو. صح ولا لا؟ اذا الشوكه لوحدها ما تخرمش، لازم ايه؟ انت حركه الوول بتاع البلادر او الانتستين. بس خد بالك البيضه مش جوه الحيطه بس، ده جوه بلاد فيسل، جوه الحيطه كمان البلاد فيسل عامل زي هارت صغير كده، صح؟ عمال يكونتراكت وريلاكس، صح؟ صح ولا لا؟ يبقى عندي حركتين، حركه بلاد فيسل اللي جوه البيضه وحركة الحيطة اللي جواها بلاد فيسل اللي جواها البيضة، يبقى عندي الشوكة وعندي حركة الفيسكس وعندي حركة بلاد فيسل. اللي أنت قلتها بقى إيه؟ البنتريتنج انزيمز اللي في الميراسيديا اللي جوا البيضة، وهي البيضة قاعدة في الحيطة جواها المجرم ده جواها بنتريتنج انزيمز، تنز كده شوية انزيمز منها البيضة دي، فاهمين؟ زي ما حصل في اليتروفس في الإيجن بولارا، فاكرين؟ عملت نفس الحركة. فعندي أربعة فاكتورز بيخلوا البيض يضع في الحيطان ويخرمها. واحد ما خليها الأول البنتريتنج انزيم عشان ناخد أسلمها، أصل السباين دي مرتبطة بالبعديها بالبعديها، هنقول الأول واحدة إيه؟ بنتريتنج انزيم. اثنين بقى إيه؟ الشوكة، ومعاها ومعاها حركة الفيسكس وحركة البلاد فيسكس. يبقى أنا أخدت فاكتورز كتيرة النهاردة، اثنين فاكتور خلوا ده يعرف يخرم سنين، وأربعة فاكتورز خلوا دي تخرم جلدك، وأربعة فاكتورز خلوا دول يخرموا الإيه؟ البلادر والانتست. صح يا شباب؟ حفظ صم الفاكتورز دي كلها. جميل جدا. بيقول لك ايبيديميولوجي تتشطر كلها. الصفحه دول ايه يا شباب؟ ايبيديميولوجي؟ عايز امشي معاك في الورق يلا كده. ايبيديميولوجي كلها ميبال ولا كانك شايف خالص. صفحه كام دي اللي بنشطبها؟
جرعة و30 مع السلامة يلا. هي اللي يلا 38 دي فيها ايه؟ اميونيتي. برضو اميونيتي كلام فارغ جدا بالنسبة لك انت كطالب تالتة اللي هو بيدرس مادة اسمها اميونولوجي في المايكروبيولوجي، هذا كلام فاضي. بيقول لك ايه؟ الهيومورال اميون سيستم هيطلع انتي بودز. دي المفروض انت بالنسبة لك معلومة جديدة. ها؟ صح ولا برضه كده؟ لا وبيجي ايه بقى؟ هو بيدقق بقى بيقول لك ممكن يطلع اي جي جي واي جي اي واي جي اي واي جي ام. ماشي يا سيدي. والاي جي ام مهم في تشخيص الاكيوت انفكشن. والاي جي جي في الكرونيك انفكشن. دي حاجات المفروض انها فظيعة جدا، صح؟ طيب ده كده خلصنا الهيمور، خلاص دي كل معلومات عن الهيمور. السيل ميديتد هيطلع ايه بقى؟ انفلاماتوري سيلز وايت بلاد سيلز. مين اللي يفتح البقره؟ ايزينوفيلز ومعاها ناتشرال كيلر سيلز وتعمل لك جرانيلومز. الجرانيلوما اكبر من البيضه كم مره؟ 100 مره. ودي سبب الايه؟ الباثوجينيسيس. حلو قوي. في نقطه مهمه قوي، مثلا واحد زي عبد الحليم حافظ ماده بالهرسه مش كده؟ ده جات له وهو عنده 5 6 سنين، يوم ما انصاب واتخرج من جده كان عنده 5 6 سنين. ده مات عنده حاجه و40 سنه. طب ايه ده؟ الدوده قعدت الفتره دي كلها في مين بالذات؟ ليه؟ ده الفينيل، الفينيل رقم مش ماتت على طول، هي هتموت مع العمر اه، بس هتقعد لها بتاع 20 25 سنه عايشه في جسمه. ايه ده؟ ازاي قدرت تضحك على الاميون سيستم؟ برافو عليك. خدنا احنا الكلام ده في البولي مورفيك تريبانوسوما. كان ميكانيزم واحد انها بتغير الجلايكوبروتين بتاعها اللي بره وسميناها انتيجينيك فاريشن. هنا بقى الشخصيه في ميد مجرمه، ده احد الميكانيزمات بتاعها اللي هو ايه؟ انجينيك فاريشن. ده هي في اثنين غيره قبليه بتجربهم على العيان، لو ما نفعوش تبدا تعمل لك انجينيك فاريشن. ايه هم الاثنين اللي دول؟ المجرمه الفيميل بتاعت الشيستوزومز بتقدر تدرس قبل ما تدرس كمان، تقدر تطلع كده كيميكالز معينه تجتذب فيها البروتينز اللي على سطح اي تشو عندنا وتغطي بيه جسمها. يعني كيميكالز معينه كده تاخد البروتينز بتاعتنا اللي هي الانجن بتاعنا، يعني يكون انتجن اللي اليمين سيستم بتاعنا ما بيقربلوش، ده بتاعي صح؟ وتغطي بيه جسمها. كانها ايه؟ بص احنا مثلا لابسين كلنا بلاطي بيضه. ماشي؟ وحاطين بقيه البلاطي بره. بيضه برضه. جه واحد مش في طب وراح لابس بلطه ابيض وداخل، هنعرف احنا؟ مش عشان لابس ايه؟ بلطه ابيض. اهي نفس القصه، تروح لابسه البلطه الابيض. لابسه ايه يعني؟ الانتجن بتاعنا، فما نعرفهاش. لو ما عرفتش تعمل الحركه دي بتدرس الانتجن بتاعنا السيكونس بتاع الامينو اسيدز وتعمل زيه بالظبط وتطلعه على جسمها. تعمله جواها وتطلعه بره. يبقى يا تسرقه يا تصنعه. طب ولا عرفت ده ولا عرفت ده، تعمل بقى الحركه اللي انت فاكرها دي منتهى الامل اللي هي ايه بقى؟ انتيجينيك فاريشن، قاعد اغير لك في الانتيجين بتاعك كل كام يوم. وكمان سواء مع دي او مع دي او مع دي بتفرز توكسينز معينه، بتعمل ايه؟ بتهبط الانفلاماتوري سيلز بتاعتنا وبتهبط السيتوكاينز والانترليوكينز وكل الانفلاماتوري افكتورز بتاعتنا. فمين يا شباب؟ يبقى عندها 4 ميكانيزمز بتعمل بيهم هروب من الجهاز المناعي اسمها ايفيجن ميكانيزم. حفظ صم. وجت السنه اللي فاتت في امتحان السنه اللي فاتت الفاينل ايه هي الاميون ايفيجن ميكانيزمز بتاع الشيستوزومز؟ صفحه كام دي؟ 39 فوق ايه؟ حط عليها حفظ صم واكتب في غايه الاهميه. طيب نقلب الصفحه بقى ونشوف الكلينيكال بيكتشر والباثوجينيسيس بتوع الشيستوزومز. تطلع توكسنز معينه بتهبط بيها الميتا فيكتورز اللي هي ايه بقى؟ اللي هي الانفلاماتوري سيلز والسيتوكاينز اللي هي ادوات الاميون سيستم بيشتغل بيها وبيبدا بيها على بعض. السيتوكاينز دي بتهبط الروبوت. طيب تعال بقى نشوف عشان الورق والكتاب مقسمين الشيستوزومايزيس باثوجينيسيس تقسيمه استحاله تحفظها ولا تفهمها. اسمع بقى التقسيمه الصح واتفرج كده اهو عشان تفهمها. طبعا احنا خلاص خلصنا بقى، ممكن نشتغل في النص هنا. مش انت كله مش عايزين. الكتاب مقسم الباثوجينيسيس 4 درجات وده غلط. بالمناسبه صحيح، مين اخطر واحده على عيان؟ هيماتوبيوم ولا ماسوناي ولا جابونيكم؟ جابونيكم. دي اخطر واحده دي غير خالص ديفرت بي كنترول، صح؟ انا عايز 4 اسباب يخلوا الشيستوزوما جابونيكم خطيره على العيان. وعلى فكره هو سبب واحد بس ليه 4 اسباب. ما فهمتش حاجه. يعني هي تقدر تبعت البيض بتاعها في كل حته في جسمك. اكتوبيك ريجنز، يعني السبب اللي مخليها فيتال.
طب ايه الاربع اسباب اللي في البيضة يخلوها تنتشر بسهولة؟ واحد انا قلته قريب قوي من محطوط فين؟ في السفينه بتتلف قريب قوي من ايه؟ البورتال بيت. مين اصغر بيضه في الثلاثه؟ هي تبقى اسهل بيضه في الحركه. مين البيضه اللي ما عندهاش شوكه؟ هي. طب وده برضه يسهل الحركه؟ طب الشوكه دي بتخليها تعصلك في الحركه، ممكن تروح راشقه في اندوثيليا لو انت مش كامل، صح ولا لا؟ يبقى بيض صغير، بيض من غير شوكه، بيض محطوط فوق قوي، بيض بالهبل. ليه بالهبل؟ الفيميل المجرمه الواحده بتطلع 3000 بيضه في اليوم. يا ساتر يا رب، عشان بيض صغير. 3000 بيضه في اليوم، اذا مين اكتر بيض برضه في جسمك؟ هي يا شبكه. انا عايز بقى الاربع حاجات اللي في البيضه يخلوا البيضه ينتشر بسهوله بتاع الشبكه. يلا ها، واحد اصغر بيض من غير شوك، قريبه من البورتال بيت في السوبر ميزنتين، وبالهبل طلع 3000 بيضه في اليوم. حلو قوي. عشان كده بتعمل اكتوبيك ليجنز مينلي في البرين والسباينال كورد. وده سؤال انت رديت على طول، اشمعنى جابوا لي انت مش هتقدر توصل البرين؟ عشان انا قلت لك. طب بالمناسبه مين اكتر واحده كده بقى فيه انتجن منها في دمك؟ الجابونيكا. يعني بيضه انتجن مش كده؟ الجابونيكا. يبقى مين اكتر واحده يطلع لها انتي بادي؟ الجابونيكا. يبقى مين اكتر واحده هتردم جسمك كله انتجن انتي بادي كومبلكس؟ الجابونيكا. ودي حاجه حلوه يعني لما بقى دمي كله انتجن ذكر ده مقرف، دي بتترسب في كل الاورجنز تبهدلني زي ما اشرح دلوقتي، صح ولا لا؟ دي بتسبب لوحدها تسمم العيان وممكن تقتله. ده دي سندروم لوحدها اسمه اكيوت توكسينيك تشيست مايز. فاهمين؟ فاهم حاجه؟ تعالى نشوف الباثولوجي يمشي ازاي. ايه الباثولوجي او الباثوجينيسيس بتاع، طب انا عايز بقى بتاع بيضه كده اكتب ورايا صفحه بيضه. باثوجينيسيس of schistosomiasis. لو كتاب بقى حاطط لك ان الجابوني كان ممكن توصل للبرين، ده فيز اربعه في الباثوجينيسيس. هو ده فيز اصلا؟ ده كومبليكيشن، صح ولا لا؟ هي لازم تحصل؟ لا مش لازم، ده انت ونصيبك. يعني دي مش حاجه اساسيه في الباثوجينيسيس، صح؟ طيب هم تو ستيجز بس. ستيج 1 اللي انا كنت كاتبها بالاحمر في الحته دي، اختراق الجلد بالسركان، دي ستيج 1 اهي. سيركانيان بنتريشن تو سكين لجلد العيان. بص الكلمة قولي رأيك ايه؟ بنسمي السندروم اللي أنا لسه ما شرحتوش ده سيركاريال درماتايتس، إيه رأيك؟ طب ما صح؟ صح؟ ساعات يسموه سويمرز اتش. إيه رأيك في الكلمة تمشي؟ مش هو كان بيعمل في الترع وغيره قرش؟ آه طيب. أو فيشر من أو فيشر مانز اتش. ما هي صياد وقع في المركب بقاله في فترة طويلة وخد له غطسين، صح ولا لا؟ فيشر مان اتش، سيركاريا درماتيتس، سويمر اتش. ساعات يسموها بقى كابور اتش، دي اسم هندي. ما اعرفش الكابور ده ممثل عندهم ولا ايه. المهم كابور اتش. ده انفيجن اوف هيومن سكين باي، بص الكلمة. ماشي. عشان انا قلت لك في هيومن ونون هيومن شيستوزومز، ما حدش اتلفت خالص، عشان دي خطيرة. في هيومن شيستوزومز ونون هيومن شيستوزومز، والاثنين في الترعة. ده احنا عندنا اكتر من 12 نون هيومن شيستوزوم غير الثلاثه الهوبل بتوعنا، صح ولا لا؟ وكل ده ليه سيركاريات في الترعه. وانا كبني ادم هاخد الغطس هتخرم بكله، صح ولا لا؟ لو دخلت في جلدك واحده من الهيومن بتوعك هيماتوبيوم او مانسوناي او جابونيكم، مش هتعمل حاجه في الجلد. ليه؟ لانها هتسيب جلدك وهي مش عايزه جلدك في حاجه، هتروح داخله بدمك على طول عامله سايكل. اذا الجلد بتاعنا هيبقى سليم يعني فين وفين لما نعمل كده بس وخلاص وننسى، ولا بقى هيتسبب لك حبوب ولا كلام ده. يعني الاي اي اس اس فاكرها؟ الروتيشن واتشنج وسكراتشنج سكندري انفكشن ما فيهوش، مش هيحصل لو انا اتخرم جلدي بهيومن فورفو سيركا سيركاري. امال لو اتخرم جلدي بنان هيومن؟ لا ده انا هتشلفط في الجلد. ليه بقى؟ لانها مش هتعمل سايكل، هتخش في جلدك زي اختها الهيومن. تبص كده تقول لك ايه ده؟ ده مش الانيمال اللي انا متبرمجه عليه.
ده مش الديفينيتيف هوست بتاعي، وانا واخده اوردر من عند ربنا، ما دخلتيش في الهوست بتاعك مفيش سايكل. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ الاعلان ده بيعمل ايه؟ بيتمشى صح ولا رايح جاي رايح جاي رايح جاي 10 15 يوم تحت الجلد. الثانيه اللي يوم كانت ايه؟ تك ساعه في دمك على طول صح ولا لا؟ انما دي رايحه جايه تحت الجلد 10 15 يوم. ايه رايك في الجلد اخبار ايه؟ هيتمرمط ولا لا؟ سيفير اريتيشن وايتشنج وسكراتشنج وسكند انفكشن. يبقى السكاريال ديرماتايتس او سويمرز ايتش بتبقى سكين مانيفيستيشنز ديو تو بنتريشن ذا سكين باي نون هيومن فوركوسال كاستيرتن. فهمتوني ولا لا؟ حلو. دي بتظهر على طول اول ما نخش كده، وتقعد لها 10 او زي ما اتفقنا 15 يوم من الحركه تحت الجلد، بتعمل اريتيشن وايتشنج وسكراتشنج وسكند انفكشن. يا دكتور الكتاب طبعا كاتب العلاج اللي هو من العشرينات، لان اللي هو اللي كتب الحته دي الكبير قوي في السن يعني، لسه مش ابديت، لسه ما يعرفش ان في حاجه اسمها انتبيوتكس اساسا. فبيقول لك احنا نعالجها حاجه اسمها المسه الزرقاء، سمعت عنها زمان دي؟ في الاوتلاك المسه الزرقاء في كده اللي هي بتنين بلو 2% بيحطوها ساعات على شفايف عيال صغيره على الهيربس مش عارف ايه. هي كويسه، هي انتي سيبتك برضه، بس في حاجه اسمها هنا انتبيوتكس ايه اللي مسه زرقاء وزبده؟ ميثيلين بلو 2% ماشي؟ او كبر سلفيت 5% ده برضه فيه اتمور ليس انتي هيستامينك. طب ما في كريمات انتي هيستامينك صح؟ بيقول لك العلاج بتاعها كبر سلفيت 5% وميثيلين بلو 2% ماشي. الكبر سلفيت عشان يمنع الايتشنج، والميثيلين بلو عشان يمنع السكندري بكتيريال انفكشن. اللي انا قلت ده اسمه ايه؟ ليه كذا اسم بس الاسم الرئيسي سيركاريال. يا ابني انطوى بقى انت، انام معاك اهو. سيركاريال ايه؟ ديرماتايتس او سويمرز اتش او فيشرمان اتش او كابور اتش. ده اعراض جلديه اي اي اس اس لما يختار الجلد بايه؟ نون هيومن فوركوسيركا سيركال. طب الهيومن ما بتعملش كده ليه؟ عشان ما تقعدش في الجلد اساسا صح ولا لا؟ جميل جدا. ده يا عم ستيج 1. ستيج 2 اسمع بقى عشان دي خطيره. ستيج 2 ايه وبي؟ ايه قبل وضع البيض؟ شباب مش كان في كده لعبه استركيوليشن قبل ما اوصل للفاينل هابيتات؟ كان في رايت هارت ولانج وليفت هارت وبورتالبين وجواز والماشين عكس الدم وتضحيه ونداله، كل ده مش كان في الدم؟ قبل ما اوصل للفاينل هابيتات كل ده في بيض حصل؟ في بيض اتكون؟ في بيض نزل؟ لا. اذا في مرحله قبل وضع البيض صح؟ حيوانات ماشيه في دمنا عماله تسمنه صح؟ اسمها اكيوت توكسينيك شيست زومايزيس. اكيوت توكسينيك شيست زومايزيس. اكيوت توكسينيك شيست زومايزيس ايه اللي اكتشفها عالم؟ عالم ياباني اسمه كاتاياما، فسماها على اسمه المرحله دي كا تا يا ما فيبر. يبقى ايه دي؟ اسمها اكيوت توكسينيك شيست زومايزيس، او اسمها الاخر كاتاياما فيبر، بالبلدي توكسينيا وخلاص. يعني فاهم، فاكر فاهم؟ فيبر انوركسيا وهيديك وماليز. ده ليه برضو؟ ايه اسبابه؟ انتيجين انتي بودي كومبلكس ديبوزيشن في الفيتال اورجنز صح ولا لا؟ بس اكتر مع مين؟ جابونيكم تليها المنسوماي تليها الهيماتوكم. فهمتوني؟ لكن لازم اكتر مع مين؟ مع الجابونيكم. ومطرح ما ترسبت هذه الانتيجين انتي بودي كومبلكس راحت على الليفر يا ابني هيباتوميجل، راحت على السبلين سبينوميجل، راحت في جلدك ارتكاريا، راحت في اللنج بالمونري مانفستيشنز زي ويزز وكف. فهمتوني؟ مع فيبر طبعا اللي هي بتاعت فاهم. فاهمين حاجه؟ دي اسمها ايه؟ اكيوت توكسيميك شيست زومايز او كاتايانا فيبر. هنا في بيض؟ طب تعالى نحط البيض بقى. يلا. بي ايه ديبوزيشن؟ اللي احنا لقينا بيها السايكل فاكرها؟ ايه ديبوزيشن؟ حلو. الايج ديبوزيشن ده
رخر هنطلع منه سهمين. ودي مهمة قوي قوي قوي، ودي هي قصة القصة اللي فاضلة بقية الحصة يعني. أنا خلاص البيض اتحط فين؟ في البلاد الأول؟ في الانتستين. طب أنا عندي المرض بقالي سنتين، أكيوت ده ولا كرونيك؟ أكيوت على فكرة، ده بقول لك المرض بيقعد 40 50 سنة. طب أنا المرض عندي بقاله 15 20 سنة، ده اسمه إيه؟ كرونيك. يفرق يعني؟ طبعًا يفرق في الباثوجينيسيس جدا، صح ولا لا؟ يفرق في التريتمنت بالهبل. يعني انا عندي دلوقتي مرحلتين، وضع البيض ايرلي ووضع البيض ايه؟ ليت. نكتب اهو ايرلي وليت. ايرلي دي بسميها اكيوت، ليت بسميها كرونيك. ايرلي بسميها اوبن ليجن، هو ايه عامل مفتوح ده؟ هنشوف دلوقتي. ليه بسميها طبعا كلوزد ليجن؟ مش عايز بقى حد يتلفت خالص عشان يعمل احلى شغل ده. بصوا لي بقى هنا بقى يا شباب، هبدا اميز بين الهيماتوبيا والمنصومات. تقول لي هو انا مش اميز هنا ولا هنا؟ اه طبعا. واحد جاي لك في مرحله واحد بيورش في الجلد، هعرف اساسا ان عنده الهرسي ايه في الجربان، صح ولا لا؟ الجرب ده على فكره حشره، انا كنت شرط حشرات. اذا في مليون سبب يسبب هرش في الجلد غير بالهرسي. فلو جالي في المرحلة دي مش هعرف حاجة، هديله كريمات وانتي استماكس وخلاص، صح؟ طب لو جالي في المرحلة دي عنده فيفر وعنده ارتكاريا وميجالي برضه فيك، دي اعراض ليشمانيا وتريبانوسوما وبالهارسيا وكله، صح ولا لا؟ اذا ولا مرحلة واحد ولا مرحلة اثنين ايه؟ اعرف انها بالهارسيا، صح؟ لكن المرحلة دي هينزل دم مع البول، اه انت بقى شكلك هيماتوبيا، صح؟ هينزل دم مع المرازي، يبقى انت شكلك منسوناي او جابونيكا. يعني انا اقدر اميز كطبيب هنا اهو لما يجي لك البيشنت اهو. طيب تعالى ناخد ايرلي وليت هيماتوبيا، يعني هلعب على ايه؟ على اليورينري بلادر. نرسم بقى مع بعض اليورينري بلادر في الحته دي. بص ما ترسمش دلوقتي، ارسم لما اخلص عشان تفهمني بس، وانا مش هنسى حاجه. ادي اليورينري بلادر، وادي الكدني، وادي الكدني، وهقسمها نصين، هشرح انا نصين. هنا ايرلي اللي هو اوبن اللي هو ايه؟ اكيوت. وهنا كرونيك اللي هو ليت اللي هو كلوزد. هنا بقالي سنه ولا اثنين بس عندي، خليكم معايا، عندي المرض فبقالي سنه ولا اثنين بس، ده معناه ان الول بتاع البلادر لسه في سمكه الطبيعي، ده ربنا خلقه ما تخنش قوي، ما حصلوش سيفير فايروزز. لكن بقالي 10 20 30 سنه عندي المرض، لو عملنا سونار على العيان هنلاقي بلادر وول تخن كده والريجلر بالمنظر ده، ماشي؟ طب ناخد الدم، مين اللي بيلعب دي؟ مين الستات دول؟ الفيميل. طب ايه الازرق ده اللي الشغالين بيجيبوه؟ ايدز. الايدز عارفه تعمل اربع فاكتورز اياهم، فاكرهم؟ تروح خارمه الول بتاع البلادر ونازله، ايه اللي بينزل مع البول ده؟ ده الايدز. عرفت ليه اسمها اوبن ليجن؟ عشان البول عارف ينزل مع البول ويكمل السايكل مع حد تاني. البيض مش محبوس في الراجل العيان، عارف يخرم وينزل مع اليورين، يبقى اليورين ده فيه ايدز وكمان بلاد. طبعا مش فيه خرام ولا ايه؟ يبقى شكوى العيان في المرحله دي الاساسيه، برافو عليك، بلاد ان يورين يعني هيماتوريا. شباب السؤال ده، عم الحاج شويه الدم اللي بينزلوا دول مع اول البول يعني ايرلي هيماتوريا، ولا في النص كده ميد ستريم هيماتوريا، ولا مع اخر شويه بول ترمنال هيماتوريا؟ يقول لك لا مع اخر شويه بول. فصل ليه؟ اشمعنى؟ برافو عليك، ده الصح ده، لان اخر شويه بول البلادر بتكونتراكت عليهم عشان تزقوه. تخيل بتكونتراكت على دبابيس اللي هي الشوك بتاع البيض، اذا الهيماتوريا تيرمينال ولا ضحيتها تيرمينال هيماتوريا. طب العيان ده وهو اللي وول بيتقطع كده، هو بيعمل ايه؟ ميكتيوريشن، مبسوط قوي فرحان ولا بيتوجع؟ بيتوجع، اسمها ديسيوريا، تيرمينال هيماتوريا زائد ديسيوريا، صعوبه والم في التبول، كويس؟ طيب الوجع ده فين؟ في مناخيره ولا سوبرا بيوبيك؟ ها سوبرا بيوبيك فين؟ يبقى عندي تيرمينال هيماتوريا، عندي ديسيوريا، عندي سوبرا سوبرا بيوبيك بين، صح صح صح.
جميل جدا. طب الراجل ده هيخش الحمام فور فنتيليشن عدد مرات اكتر ولا اقل ولا زي النورمال بيرسونز؟ اقل. عشان يخاف بقى من الوجع. لا انا قصدي ديزاير هتجيله كتير ولا لا؟ اكتر بكتير من الشخص النورمال. ليه؟ لان في كرونيك اريتيشن، يعني مش كرونيك، يعني في كونتينيوس اريتيشن في الهول بتاع البلدر بين الفيميلز والايفز، فعنده الاحساس كاذب بانه عنده هول كتير في الايه؟ في البلدر على طول، يخش يتنطط ويحزن ناس شويه دم وبس. فهمتوني؟ يبقى دي كريز فريكونسي تو ميتيوريت. في بعض الاحيان لو حصل فيستيولا وفتحت على ورا على الجينيتال سيستم نزلت شويه دم مع السيمن كمان اسمها هيموستيرم يعني، ودي حاجه غيرها. لكن الاساسيين ايه؟ تيرمينال هيماتوريا، سيسيوريا، سوبرا بيوبين بين، و انكريز فريكونتي تو ميتيوريت او يوريدي. ده شكوى العيان في الايرلي او الاكيوت او الاوبن ليجن بتاع الهيماتوريا. شباب هو انا لسه سميته اوبن ليجن عشان البيض عارف يخرج صح؟ تعالوا بصوا لي بقى، بقالي 50 سنه عندي مرض، دخلنا في الايه؟ في الكرونيك او الليل او الكلوزنج. مين دول؟ مين دي؟ ده الايه؟ مش كده؟ بص المسافه منها ومتابعه قد ايه؟ ده المسافه كبيره جدا جدا جدا. فالبيض مش عنده رجلين وايدين، مش راكب توك توك هو العربيه، هيمشي ازاي في الحيطه التخينه دي؟ الى جانب ان هيحصل حواليه يا شباب جرانيلوما رهيبه. هو ده الكوز اوف ديث، هو ده اللي دخل الحيطه على الاخر بالشكل ده وخلاها رفع الرجل. دي عباره عن جرانيولوماز 100 مره اكبر من حجم البيض، صح ولا لا؟ ايه رايك في الحيطه نفسها من بره كده، رف ولا سموث؟ رف. طب الكالسيوم صوت صفاره ايه؟ ينزل بسهوله، خلينا بقى زون تاني بالنسبه للبص، ولا يترسم على الحيطه دي يحصل كالسيفيكيشن اوف ذا وول اوف ذا بلادر. بوتش كالسيوم بالهبل ده، ساندي باتشز، ساندي باتشز، انت معايا؟ ويحصل بقى انسريشن، ويحصل بوليب، ويحصل سكند انفكشنز. كلام الكتاب شايف الكلام ده كله، كاتب لك ولا حاجه ساندي باتشز، بس كده ساندي باتش. بص لي بقى حصل راجل وحش على ساندي باتش، على ساندي باتش، على ساندي باتش. ده انتوا بتنشروا عايزين تديروه مش كده؟ راح عملوا ايه هنا؟ عملوا ستون. وحشه دي، صح ولا لا؟ ستون فورميشن. سد في ايديا اليوريتر، هل الدنيا قراءة ظروف؟ ان اليوريتر مسدود؟ قال يا عم خد بول خد بول خد بول، يروحوا ايه بقى؟ دايليتد دايليتد دايليتد، مش هيعرفش يقرا، مش بدون اهو، ها؟ دايليتد دي اسمها هايدرو يوريتر. هيجي في مرحلة يقول لها دماغك بقى غوري، خد انت بول خد انت بول، صح ولا لا؟ احتفظ البول بتاعك. ايوه، تقعد تقول له شكرا، انت كده خلصت. ايه ده بقى؟ هايدرونيفروزس. لو العيان جات له واحده كمان يحصل هايدرو يوريتر وهايدرونيفروزس باي لاترال، تبقى لينا الفيلير على طول. صح ولا لا؟ ده ليت وده ايرلي. في مشكله؟ سهله خالص. طبعا ده فيتال كونديشن. الى جانب على الجرانيومز وعلى الفولكس اللي هتتكون يحصل كارسينوما في الاخر ونخلص العيان. ماشي؟ ادي الايه؟ شكوه العيان ايرلي وليه؟ طب انا لسه سميت ده كلوز ليجن عشان ما يقدرش يخرج، عشان البيض مش هيعرف يخرج ولا يعرف يخرج. البيض بقى انتراب، يعني ايه انتراب؟ اتحشر واتحبس جوه الحيطه بتاعه البلادر. فهمتوني ولا لا؟ ادي ايرلي وليت بتوع هيماتوبيا بس. طب ايرلي وليت منسونان، وجابوني كان متوه، بس جابوني كان اوفر عن اختها المنسونان انها مجرمه اكثر، هتعمل مور كتيامة في الاول وهتبعت بيض بالعبيط في كل حته زي برين والسباينال كورد، فهي فيتال اكتر من المنسونات، صح؟ طيب هيحصل ايه بقى؟ ايرلي وليد ليكوا معايا دكاتره مستني اهو، ها ركزوا معايا بقى. هيحصل ايرلي وليد ايه في المنسونات الجابانيكا؟ ده طبعا في الكولون بقى مش في البلد، صح؟ صح ولا صح؟ برضه ايرلي هيحصل السريشن، يوم ينزل ميوكس وينزل بلاد ديزل، مهم ادي اهم حاجه. طب ديزل وضياريه، هخش الحمام فورتيفيكيشن مره مرتين في اليوم زي النورمال بيرسونز ولا كتير؟ كتير. بس ده بجد؟ ده رغبه حقيقيه ولا رغبه كاذبه؟ كاذبه من كتر الاريتيشن. اقعد احزق على الفاضي ما اجيبش غير ميوكس وبلاد، ده اسمه تي ايه ده؟ تينيزماس، دي دي تي. دايريا ديزنتري تينيزماس.
ده شكوتنا في الايرلي ولا في الليت؟ في الايرلي، ومع الدايريه ومع الديزنتر هينزل بيض، عشان كده بسميه اوبن ليجن. طيب بقى لنا 20 سنه عندنا منسوناي او جابونيكام، حصل ايه في الول بتاع الكولون؟ تخن قوي، سيفيرلي فايبروز، يحصل ستريكشر فورميشن، صح ولا لا؟ ويحبس البيض جواه، يبقى اسمها ساعتها كلوز ليجن، صح؟ طب هل ده شكوته بس كده ان هو عنده فايبروز كولون وتخين؟ لا 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 لا، ده دي كارثه كبيره. يعني هنا بتوقف عند مرحله الرينال فيلير اللي هو ممكن ان شاء الله ما يحصلش، لو ما حصلش هنا ستو، صح ولا لا؟ انما الثاني كارثه كبيره. تعالى نتفرج على الكارثه الثانيه بره. اللي انا حاسمه ده البورتال سيركيوليشن. ماشي؟ جاي واحد كده واقف دلوقتي ومدينا ظهره. ده برضه يمينه ودي شماله. اهو. يبقى هنا الليبر وادي السبلين وده الاسوفجس. خليكم معايا والنبي ها؟ وادي الريكتر. ماشي؟ الدم بقى بالاحمر اهو بيمشي ازاي في الدوره دي؟ بيصب من هنا على ايه؟ على الليفر. وده يودي فين؟ الليفر. وده يودي فين؟ على الليفر. حلو. الدم ده مليان بيض خصوصا جوانب عشان ينتشر صح؟ ادي يا عم البيض اهو ماشي 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 مع الدم وراح اتنطر فين؟ في الليفر. قام الميون سيستم الغبي عمل اللي عملته السوداء اللي هي ايه بقى؟ جرانيلوما وفايبروزز اراوند البيض بالمره كده راح قافل لك على البورتال تراك. بص بص ادي البورتال تراك ده اهي وجواها بقى البورتال بيخ وجواها البايل داكت صح؟ صح؟ وقفشنا عليهم بفايبروزز. اسمه ايه اللي انا هبته ده؟ بيري حوالين يعني بورتال فايبروز. ايوه كده بيري بورتال فايبروز. يقوم يجيب لك بورتال انت هايبر تنشن. خليك معايا لسه خليك معايا يعني الدم هيعرف يخش كده بسهوله؟ انا بكلم نفسي ولا ايه؟ لا يوم يترد في الاتجاه العكس صح ولا لا؟ يوم يجي طبعا هيحصل هنا فيه ايباد ونجد الاول وده ممكن يؤدي الى ليفر سيت فيلير وبليدنج تنس. الدم يرد على السبلين يحصل هيوج سبلين وميجالي وهايبر فاكرها؟ سبلينيزم يديك بان سايتوبينيا. طب ويروح الدم رد على صوفي بس يعمل لك اوتوجينال فارسز تفرقع يحصل هيماتيريزم. طب لو بلعنا شويه دم بدل ما نرجعه وراحوا اتهضموا في الاستومك ونزلوا مع الاسبلين ينزل على شكل ايه؟ حته فحمه سودة ريحتها قذره اسمها ميلينا. طيب الدم هيرد على الريكتر يحصل بايتس او هيمورويدز بيحصل فريش ميلينا. ايه رايك في المنظر ده اسمه ايه ده بقى كله؟ اسمه بي اتش اللي هو ايه ده؟ بورتال هايبرتنشن كاركترايز باي ومعايا كده هيباتوميجالي وليفر سيت فيلير وبليدنج تندنس. ها هيوج سبينوميجالي وهايبر سيلفت و بان سايتوبين اوسوفاجيال فارسيس هيماتيميسيس وميلينا وفريش بلاد من الهيمورايدز مع شويه اسايتس حلوين عشان يظبط اللي عليه. مين ده؟ ده كومبليكيشن من المنسوناي والجوانب صح؟ طب مش كومبليكيشن ثاني؟ اللي انا برسمه ده بقى الكارديو بالمونري سيركيوليشن مش البورت دي اللنج اهي وادي الهارت تحتها اهو ادي السوبيريور فينا كيبا والانفيريور فينا كيبا هما وادي البالمونري بينز وادي البالمونري ارتري وادي الاورت مش كده صح؟ تعال نتفرج على الدم هو مليان بيض وبيتمشى الدم هيجي من هنا كده صح؟ وهنا ده الفينس بلاد ده راح فين دلوقتي؟ على الرايت اتريا ينقبض يوديه فين؟ ليفت لا سوري رايت فينتريكل ينقبض يمشيه كده يوديه فين؟ على اللنج يتمشى 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 ويروح نازل فين؟ هنا هو على الليفت اتريا ثم ليفت فينتريكل ثم لوبر اوربت صح؟ طب ده مليان بيض برضه زي ما حصل هناك بصوا البيض 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 ماشي 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 هوب البيض راح متجمع في الحته دي لوحده كده راح واقف هنا بالشوكه بتاعته مثلا ولا حاجه جميل قوي حلو قوي البيض ده يجي بقى الملعون يعمل عمليته اللي هو مين؟ الاميون سيستم يروح قافش لك البيض بالشكل ده ايه رايك؟ المساحه لسه واسعه ولا ضاقت قوي؟ ضاقت قوي يقوم الدم يمشي بسهوله كده ولا يرد في الاتجاه العكسي
يرد فيها العكس، يروح الدم رايح على اللنج يعمل بالمونري هايبرتنشن، صح ولا لا؟ اللنج نادله جدا على فكره. هايبرتنشن مين وفاه عنه؟ انا مالك؟ خد يا عم دم بتاعك ده مش عايزاه، ده بتقول لي مين الكلام ده؟ بتقول للرايت فنتري، يقول ما هو يحوش دم ولا عارف يوديه فين كده ولا عارف كده، طبعا تفرق مش هيجرى الظروف. اديله دم واديله دم راجع، يحصل ايه في الايه؟ رايت فنتريكل، رايت فنتريكلر هايبرتروفي، يبدا خلاص ما عنديش مساحه ما تقرفناش، يروح رادد الدم كده اهو، يحصل رايت اتريال هايبرتروفي، رايت سايد هارت فيلور. مين اللي بوظ ده؟ دي ده اسمه ايه ده؟ كور بالمونال بيرزيال، كور بالمونال، كل دي كومبليكيشنز بتاعت المنسوناي والجابون. يعني البلادر دي ارحم بكتير، فاكرها؟ كلمتين وبس، انا هنا اجرام، هو ده كله ايرلي ولا ليت؟ ليه؟ ايرلي مجرد دي دي تي، ايه دي دي تي ده؟ دايريا او ديزنتري ودايريا وتنس. طب مفيش حاجه ثانيه؟ ولا كفايه كده؟ العيان؟ العيان ده كان عنده انيميا؟ طبعا انيميا ليه؟ اديني اسباب انيميا. هايبر سبلينيز صح، بنسى الدومين. ايه كمان اسباب انيميا؟ الايه؟ ايتنج ايوه البليدنج هيماتيميسيز والميلينا والهيماتوريا في الاول والديزنتري نزيف فريش اهو والهيمورويدز صح؟ يبقى في نزيف فريش وفي هايبر ستريس. مفيش حاجه ثانيه تؤدي الى انيميا؟ مش في ليفر سيل فيلير وبليدنج تندنسي بيؤدي الى ايه؟ انيميا. هو ده سوى انتربريت ليه في انيميا في شيستوزومز عندك في المربع ما طلعش كله مكتوب. اخر حاجه بقى ممكن تحصل ملهاش علاقه بالموضوع اللي ورايا دوت، كان زمان قبل اختراع البرازيك وانتال كان في دواء بيقتل الشيستوزومز اسمه تارتر ايميتك، تارتر ايميتك. هذا الدواء كان بيجي لنا من بره ملوث، ما اعرفش بقى مقصوده مش مقصوده، احنا العالم مقصود ان احنا نتقتل يعني ولا نموت، المهم يعني كان بيجي لنا ملوث بالهيباتيتس بي وهيباتيتس سي، فاحنا كنا نحقنه للعيان نقتل الشيست ونديله ايه؟ بداله ايه؟ ها؟ فيروس. عشان كده زمان جدا الناس اللي كان عندها شيستوزومز اللي هم العواجيز قوي اللي ما كانش اخترع لهم لسه بازل كوانتيل كانوا دايما بيموتوا من الفيروسات دي. طب كانت بتيجي منين؟ اكتشفوا بعد كده انها جايه مع الدواء المستور ده اللي اسمه ايه؟ تارتر ايميتك. يبقى ممكن يكون في اسوسيشن مع او بين يعني الشيستوزومز وبين ايه؟ هيباتيتس بي وسي نتيجه الدواء الملوث اللي اسمه ايه؟ تارتر ايميتك. والناس دي بقى اجيال قديمه وزمان ماتت خلاص. ماشي؟ فاهمين حاجه؟ يلا حلو جدا، ادي يا عم الكوميونيكيشن بتاع الشيست. تعالى بقى ايه نشوف هنشخص هذا المرض العجيب ازاي. طبعا هنقسم هيماتوبيم ومنسونار. هيماتوبيم هاخد منه ايه ده؟ يورين صح كده. بس ينفع يورين في كلوزد ستيج؟ لا طبعا، لازم في ايه؟ لازم في ايه؟ اوبن ليجن اللي هو اكيوت صح كده. هناخد يورين. بصوا لي كده، انت عايز تعمله سبلمنتيشن، عايز ترص البراسيل يعني فاهمين؟ زمان طبعا قبل اختراع السنترفيوج كنا ناخد البول من الراجل ونحطه في تيوب كده ونحطها كده ابرايت كده اهو فراك مع الجرافيتي بيرسب، بس طبعا بياخد له ربع ساعه نص ساعه لما يرسب حاجه صح ولا لا؟ دلوقتي خلال دقيقه بالظبط في السنترفيوج نفس الحوار بقى، ناخد بقى السيدمنت ولا ناخد ده؟ السيدمنت عشان كده اسمها سبلمنتيشن مسوق، وادور فيه على ايه؟ على البيضه اللي امه انهي شوكه؟ ترمينال ولا لاترال؟ ترمينال سبايك. حلو قوي. البيضه يا شباب لو لقيناها كلير منوره كده وكمان لقينا جواها ميراسيديم متحرك بشعره ده تبقى ليفنج ايج صح؟ البيضه لو لقيناها العكس بقى سودة دارك جدا ومليانه جرانيولز يعني ميراسيديم مات واتفلفل تبقى كده ايه؟ ديد. كويس قوي. دلوقتي اخترعوا حاجه لطيفه جدا. بصوا لي فلتر اهو، فلتر صغير ابيض كده، في اسهل من كده؟ الفلتر ده فيه خرام ولا لا؟ طبعا الاخرام انت مش شايفها، اخرام صغيره. الاخرام دي تعدي ار بي سيز منها وتعدي وايت بلاد سيلز وتعدي اي املاح اي كريستالز، لكن ما تعديش بيض، بيض كبير. هو ايه حجم الار بي سيز؟ زي السينما كده من 6 ل 9 مايكرو كويس؟ انما حجم بيضه من بتوعي ايه اخبارهم؟ 150 160. اذا لما انا اجيب البول كده اهو واصبه على الفلتر اي ار بي سيز تنزل واي بي سيز تنزل املاح تنزل ايه اللي هيتحجز على الفلتر؟ الاكس. يبقى انا بقى لما اجي افحص الادويه ولا افحص الفلتر؟ افحص الفلتر فور اكس. كنا ناخد 10 مللي ونحطهم كده كويس؟ وعد البيض بعد كده اللي فضل لك على الفلتر ده، يبقى انت كده عرفت كمان كام بيضه في ال 10 مللي بالظبط. عن طريق العد والضرب والكلام ده تعرف
الراجل ده هيفي انفكتد ولا لايت انفكتد ولا لا. يعني دي طريقه عد او عشان نعرف الكونسنتريشن او الانتنسيتي اوف انفكشن يعني. وادي رسمه البيضه بتفاصيلها ببانت. طبعا بيقول لك 80% من البشر في الاكيوت ستيج في الايرلي ستيج في الاوبن ليجن يعني بيبقى عندهم هيماتوريا. 80% عندهم ايه؟ هيماتوريا. ليه مش كلهم؟ لان ممكن يبقى لايت انفكشن ده. صح ولا لا؟ لدرجه ان البيض مش هو خرم طبعا بس مش لدرجه انه يجيب دم في البول. فاهمين قصدي؟ طيب بس بيقول لك لو البيض زاد عن 50 بيضه لكل 10 مل لتر يورين يبقى 100% لازم يكون فيه هيماتوريا. دي جمله غبيه قاعده في النص كده. حلو. كده انا شخصت الهيماتوريا. اشخص المانسوناي ازاي؟ اخد ايه من العيان؟ او الجمانيك طبعا. اخد ستو وادور فيه على البيضه اللاترال سباين او البيضه اللي من غير سباين خالص. فاكرينها؟ طيب حلو قوي. بعمل كونسنتريشن ميثود لطيفه اسمها كاتو كاتز تكنيك. ايه حكايه كاتو كاتز؟ كاتو كاتز ده بني ادم، اسم بني ادم، عالم برضه قديم جدا جدا. دلوقتي الاسطول مليان قرف يخليك ما تشوفش البيضه. اتليست فات سيلز من هنا او اندايجستد فود، صح ولا لا؟ انت عندك الانتستين مزفته خالص، مش عارف ايه ده، صح ولا لا؟ معايا؟ بتلاقي اندايجستد فود كتير قوي في الاسطول، عايز تخلص منه كله. قام اخترع طريقه لطيفه خالص. كمان البيض بيبقى شفاف، مصفر خفيف، ممكن انا مش اكسبرت ما اشوفوش خالص. عايز الون البيض وافتت كل الحاجات الوحشه اللي حولنا دول. اخلي عينها كبير قوي وفيها بيض ملون. عمل ايه الراجل دون؟ جاب 50 جرام من الاسطول بتاع العيان، كويس؟ وحطهم على شريحه ازاز، بس 50 جرام ده حته كبيره مش حته صغيره، فالشريحه دي مخصوص معموله له مخصوص، مقوره من النص كده، لازم يكون فيها تشامبر صغيره كده، عشان احط فيها ايه؟ الاسطول، يبقى ايه اللي جوه ده؟ قدامك ده اسطول، تمام؟ وراح جايب كفر سلايد اهي. بس الكفر سلايد دي كان مغطسها لمده 24 ساعه في ازازه. كان فيها ايه الازازه دي؟ فيها مادتين جليسرين ومالاكايت جرين. جليسرين انت عارف ايه مالاكايت جرين ده؟ صبغه بتصبغ الكائنات باللون الاخضر، كويس؟ طب ايه لازمه الجليسرين؟ ده بيفتت كل الاندايجستد فود والفات سيلز. يبقى انت دلوقتي شبعت الكفر سلايد بمادتين اللي هما ايه؟ جليسرين ومالاكايت جرين. تطلعه كده الناس تبقى بيشر هو بينقط، بينقط ايه ده؟ جليسرين ها ومالاكايت جرين. واروح حاطه على الايه؟ السول اللي انا عامله دون وافرده كده وادوس جامد كده عشان اخلي كل كفر ينزل الحاجات اللي فيه لير فين في الاستول. واسيب الموضوع ده نص ساعه ساعه الا ربع وارجع ابص بقى الاقي ولا فتفوته استول موجوده، كله ساح مع الجليسرين، والاقي كل البيض مصبوغ باللون الاخضر. طب له قدامك بيض اخضر بس في كلير باك جراوند، ده حاجه حلوه قوي مش كده؟ واقعد احس البيض برضه في ال 50 جرام. اذا دي برضه طريقه عرفت بيها الانتنسي اوف انفكشن. في جملتين في الورق عايزك تشطبهم اللي هم الجملتين تحت عنوان كاتو كاتز اللي قبل كلمه 50 جرام. ايوه كده. احنا صفحه 44 دي ولا تاني؟ 46 ده كتاب شاب. في عنوان كاتو كاتز تحت جملتين، الجمله الثالثه بدل كلمه 50 رقم 50 اشهر الجملتين دول اللي هو بين ال 50 والعنوان. دكتور الكلام ده لو في بيت يبقى اكيوت ولا كرونيك؟ اوبن ولا كلوز؟ اوبن. طب كلوز مفيش بيت، اخش بالمنظار واروح واخد حته كده من الايه؟ من الكولون من الريكتم. اسم المنظار ده بروكتوسكوب اللي هو المنظار الشرجي، وخدناه قبل كده مع الترايكوكيفالاس ترايكيورس الدوده الكرباجيه. اخش كده بالمنظار واقطه في حته كده من الميكوز اسمها ريكتال سنيب. سنيب يعني رابط بايوبسي. ريكتال ايه يا شباب؟ سنيب. وارسم البيضتين وعندي بيضتين اللاترال سباين والمدار سباين بتفاصيلهم ببياناتهم. طيب لو انا بقى كلوزد ريجن سواء هيماتوريا او مانسونال مش هينفع يورين ولا سيول، استخدم ايه على طول؟ الميونو دايكنوزيس اللي هو السيرولوجي وادور في سيرم على الانتي باجي ضد البارازايت. حلو السيرولوجي ولا مش حلو؟ حلو جدا لانه هينفعنا في كلوز في مرحله قبل الكلوز هينفعنا في دي. هي دي فيها بيض؟ لا ما فيهاش بيض دي صح؟ يبقى ينفعنا ايرلي 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 قبل وضع البيض، وينفعنا ليه 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 بعد حبس البيض، صح ولا لا؟ صح؟
وينفعنا في الفولو اب تريتمنت. الشيستوزومز داز نوت جيف سوليد اميونيتي فور لايف. فالانتي بودي طول ما انا عيان عاليه، لكن اول ما اخد الدواء البرازيكوانتال واخف في خلال 6 شهور بترجع لنورمال تاني. اذا بعد 6 شهور من الدواء البرازيكوانتال اقيس الانتي بودز لقيتها وطيت للنورمال، يبقى انا خفيت. لسه عاليه يبقى انا ما استجبتش، يبقى انا كده استخدمته في ايه كمان؟ فولو اب اوف تريتمنت. ادي يا عم، طب ناخد التريتمنت بقى برازيكوانتين. فاكر صديق العيال برازيكوانتين؟ وفي دوائين تانيين، اوكزاميليكين والميتريفونيت. دول هنحفظ كل حاجه في الجدول اللي قدامك ده فيما عدا الدوز. دوز بس مش عايزين، انما مين بيقتل مين؟ يعني مثلا برازيكوانتين بيقتل ثلاثه، ميتريفونيت بيقتل هيماتوبيا، اوكزا من كيمة المانسوناي، الكيور ريت مثلا من 70 ل 100% او 90% 50 90 وهكذا، كل الحاجات دي حفظ صعب. طيب بريفنشن وكنترول عشان دوم تروح. وانا بستنى الفرقه بقى. بريفنشن اند كنترول. غبيه جدا. شباب فاكر الفورمو 6 السكري؟ مش دي الفيكتيف ستيج؟ دي بص الفساد ولا لا؟ هنقول للراجل الفلاح اوعى تشرب الميه دي بتلعب. اصل فيها عفريت بيخرج بقك يجيب لك مرض ممكن يقتلك. يقول لك انا ما عنديش ميه عذبه، وده فعلا في قرى كتير جدا في مصر ما فيهاش ميه فريش عذبه تتشرب او حتى يتروي بيها او تشربها حتى البهايم بتاعتك الا ميه الفرع. هنقول ما عطش يعني؟ يقول لا مش هينفع ما تطلعش. عقبال بقى ما الدوله تفتكرك وتعمل لك ميه عذبه، انت تعمل ايه؟ لو سمحت الميه دي قبل ما تشربها خزنها في تنكات لمده 48 ساعه. هيقول لك ليه؟ هتقول العفريت اللي جوه دوت اللي اسمه فوكو سيركا سيركاليا عمره الافتراضي بره السنين 48 ساعه. فهمت ولا لا؟ يبقى انت لو جبت كميه ميه حلوه وحيقول من التعب وحطيتها في التانك في خزان كده يومين ثلاثه، ايه اللي هيحصل للسكريات كلها اللي جوه؟ هتموت. تشربها براحتك بقى، تلو بيها بتاع. طبعا مليئه بقى بلاوي ثانيه، بس المهم انا بتكلم على شوف اللي هو بتاع بالهرس ده. سؤال انتربريت، ليه تخزين الميه 48 ساعه مهم جدا في الشيست؟ ليه؟ عشان بيقتل السكريات. اشمعنى؟ عشان عمرها الافتراضي 48 ساعه. يقول لك اول ما تطلع من الترع نشف 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 بسرعه. ليه؟ السبب الاهبل عشان ننطرهم السكريات. السبب الصح عشان ما تديش فرصه لديكريز سيرفس تنشن اوف سكين باي ايفابوريشن. وطبعا بقى ننزل قوافل طبيه ونقعد نوعي الناس بكيفيه العدوى من المرض، ونوعي الناس بكيفيه خطوره المرض. بص يا عم الحاج انت هيجي لك ايه؟ بص ايه رايك في المنظر كده؟ ده اللي وقع ده. بص 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 الدنيا، بص الكيب الدنيا ناحيه ليه؟ بص الكيب بص بقى تشرح له كده ليه؟ خاص في المدرسه اسمها التوعيه الصحيه تخضه. بص انت هتفرقع في الاخر اهو. يقول لك انا خلاص بقى اروح اشرب مرضي بالترعه اهو. وتقول له بلاش ديفيكيشن ولا يورينيشن في الترعه، بلاش استحمى والكلام الزباله بقى. ماشي؟ ادي اول صفحه الهبله اللي عندك. كل ده اتجاه خاص بالبني ادمين، صح؟ تعالى نلعب عليه بقى الجزء اللي في النص ده لسنين، ده رخم جدا بشع. كنترول اوف سنين. بص يا ريس، السنين ليه ثلاث طرق. بص تقتله بيهم، هتحاول الاول تغيظه او تقرفه. ما رضيش يتقرف ويمشي من المكان، اقتله. يعني خليك حنين معاه. اول حاجه بايولوجيكال كنترول. ايه بايولوجيكال كنترول دوت؟ اخترع له عدو طبيعي يقرفه. ازاي يعني؟ اجيب له سنيل زيه، بس مش برضه مش سنيل باثوجينيك اللي هي من الامراض يعني. لا، سنيل نون باثوجينيك، مش بين الامراض، مش عضو في اي سايكل يعني. بس كبير كده ورخم، يقوم ياكل اكله كله، يقوم هو ماليش حاجه ياكلها يمشي من المكان خالص. او يموت من الجوع، صح ولا لا؟ يعني اجيب له عدو طبيعي كائن حي يعذبه في حياته. زي مثلا عندك سنيلز، واحد اسمه هيلي سوما والتاني اسمه ماليسا. هيلي سوما ده بيعذب ويقرف مين؟ البولنس ترانكيتس. يا بياكله هو شخصيا، هو سنيل ياكل سنيل؟ اه حسب الحد. بس بريديتور بياكل اخوه بس عشان اصغر منه. يا ياكل اكله، يا يفرز سموم تخلي البونس بتاعه ما يعرفش يتجوز. لا يعني بيعزمه بكل الطرق. ده ايه سوما. الماريسا بيعزم الثاني اللي اسمه ايه؟ بتاع اسكندريه بايونفيلاريا الكساندرينا. هو
استخدموه في البرتغال على واحد سنين تاني اسمه بايونفيلاريا جلابراتا. اذا طالما بينفع اي جنس بايونفيلاريا ينفع عندنا برضه، فاهمين؟ ادي مثلا عدو طبيعي. ممكن تجيب له سمكه تاكله، تاكل سنين. السمكه دي بتجيبها من فار ايست، اسمها جامبوشيا افينز فيش، سمكه صغيره هتقعد في الصباع كده بترميها في الترعه بتاكل السنينز نفسها. شباب بس عشان ما نتلخبطش، هو السنين ده الصدفه يعني ولا الحيوان اللي جوه الصدفه؟ الحيوان اللي انا بتكلم عن الحيوان الصغير ده، ماشي؟ فالسمكه بتروح داخله براسها كده في الصدفه جايباه وايه واكلاه، كويس؟ تمام. جيب له كابوريا تاكله، تجيب له مثلا حاجه زي البابز، بابز دي شبه الدبانه كده هناخدها بعشرات كبيره كده، بجايه اسمها ليمنوجيتون بتقعد تاكل في السنيلز، تجيب له كابوريا زي الاستاكس والبوتامونيتس، طبعا حاجات جميله جدا في الحفظ مش كده؟ دي كلها انواع كابوريا ترميها في، بس مش كابوريا حلوه اللي احنا ناكلها عند الراجل دي الموميات، لا كابوريا معفنه كده مش من الاكل يعني، دي بتاكله هو بتاكل السنيلز. طيب ممكن ازرع نباتات سامه؟ طب والنباتات السامه دي اللي هزرعها له في الميه ده يعتبر غشاء كنترول؟ ده كائن حي؟ اه طبعا مش النبات كائن حي؟ هو النبات ده جماد؟ كائن حي برضه. شجره اسمها بلاميس. الشجره دي بتزرعها في قلب الترعه كده، كويس؟ في ارضيه الترعه تطلع 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 وتنزل ثمرات، الثمره دي تيجي تخينه كده، سامه جدا، فالثمره لما تصير تروح واقعه من الشجره فين؟ في الميه، تسمم الميه، مين يسمم؟ السنين والبني ادمين وكل حد يقرب من الميه، كويس؟ بلاميتس ايجيبتيكس. كل دي كائنات حيه عازف بيها السنين، يبقى ده بيولوجيكال ايه؟ كنترول، ده مش نافع ده. طيب في حاجه اسمها فيزيكال كنترول او انفايرمنتال كنترول، يعني خلي البيئه غير صالحه للتبويض. السنين بطبعه كائن هادي بيحب هو والمدام عشان يعرفوا يتجوزوا هدوء تماما، يعني الميه تبقى متحركه جامد ولا راكبه كده؟ راكبه كده. طيب ما الترعه كلها راكبه كده عشان كده هو مبسوط قوي، صح؟ لا، احنا الدوله بقى تعمل ايه؟ يعني كل كده الدوله بتعمله، الدوله بتجيب حفارات وتروح مغيره الارضيه، مش الارض بتاعت الترعه كده عشان كده الميه راكبه عليها؟ طب ما نخلي الميه عامله كده شويه، نزود السلوب بتاعها، فالميه ايه؟ تزيد السرعه بتاعتها الفيلوسيتي، فبالتالي ايه؟ الميه ما تبقاش صالحه للايه؟ لعيشه السنين، فاهمين حاجه؟ طيب دي اسمها تغيير ديزاين الترعه، اللي هي اول واحده عندك بتشينج ديزاين بتاع الترعه. طيب وايه كمان؟ السنين ده بيشبط، بصوا لي يا ابني، هو ومراته في الاعشاب ويتجوزوا لويز وكمان ياكلها. طب ما تشيل صح ولا لا؟ عشان ما اعرفش انت في حاجه ويموت من الجوع، اسمها ويد كنترول. شباب الفلاحين ساعات بيقعدوا يرووا الارض بزياده، بدل ما يرووا على قد الارض يرووا بزياده ويسيب الخرطيم ويخش ينام. الله، طب ما كده هتعمل بلد كتير قوي، صح؟ البلد دي هتلم ايه؟ سنين وتلم الناموس لما ناخد بعد كده، فبلاش نعمل اكسسيف ووتر اريجيشن، فهمتوني؟ يقول لك انترميتنت اريجيشن، ايه انترميتنت؟ طبعا التفاصيل اللي بحكيها دي للفيلم، لكن جاست انت عاملين بس. انترميتنت يعني متقطع، مش كده؟ يعني ايه الري المتقطع الاول؟ مزارع القصب ومزارع الرز، تسمعوا عنها؟ بتحتاج ميه قليله ولا كتيره؟ كتيره بغباوه، يعني لو انا مثلا عود قصب كده طولي كده، لازم الميه تبقى لحد هنا اهو كده، كل دي ميه بركه كده عشان اقدر اشرب، انا كعود قصب مثلا. طيب ما انت برضو كده عملت بركه كبيره قوي في الغيط هتتملي سنين، صح؟ خد بالك في حاجه حلوه، عود القصب ده بيستحمل عطش يومين. يعني ممكن يعيش من غير ميه خالص يومين. طب ما حلوه دي، انا اروي خمس ايام فيضان كبير كده، يشرب 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 ويخزن ميه، ده عود القصب. واروح شايل الميه دي كلها شفتها لمده ايه؟ يومين، اللي هو خميس وجمعه مثلا. فاهم قصدي؟ انت كده قطعت سايكل مين؟ لسنين، لكن النبات مش هيموت انه بيستحمل بيستحمل يومين، يعني ده اسمه انترميتنت اريجيشن، مش ري كل اسبوع، خمس ايام ري ويومين جفاف. كل ده اسمه فيزيكال او انفيرمنتال كنترول. ما ينفعش نخش بقى ايه بتقلنا، نحط ماده كيماويه سامه تقتله. شباب مبيد حشري يعني انسكتسايد، مش كده؟ طب سنيل باللاتيني يعني ملاسكم. ماشي، مبيد بقى السنيل يعني ايه؟ مولاسكي سايد، اسمه ايه؟ مولاسكي سايد. ايه مواصفات الايديال مولاسكي سايز بتحب الصم؟ لازم يكون رخيص، لازم يكون سوليبل في الميه، بيشتغل على ديفرنت تمبريتشرز، بيشتغل على ديفرنت ليفلز في الميه، يكون كمان مش سام للبني ادمين والاسماك والنباتات. دي مواصفات الايديال ايه؟ مولاسكي سايز. اسماء وحفظ الصم، عندك الصوديوم بيتا كلوروفونيل، عندك البايلوسايد، الديبتريكس، عندك الاورجانوتين، الكبر سلفيت، صوديوم بنتا كلوروفونيت، كل دول حفظ صم. وكده الحصه خلصت، واشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي، واوعى تنسى فرض كام؟
7 وهتيجي تاخد كام؟ 9 نص 9 واوعى تنسى تاخد الوقت من بره مذاكره ضخمه كده عملها لكم بتاعت الانترنت هتخلص ها؟ لا هيخرجوا من فرن البريك خلصوه فانت خدوه ما اعرفش عن اي حاجه اعرف بقى يا بكره يا حد اقول لكم على طول في شغل جبنا 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 جبنا